محمود عايز ايه من ام محمود؟ يا اخي تعال اقف جنبي شويه عشان تساعدني. اساعدك ايه يا اخي بلانيله؟ ده الشبك اللي طالع افضل من دماغك. وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي الماتور وبس. عمرك شفت ماتور تنام جنبه وانت مطمن؟ طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك، بس لو حد سال على محمود ابقى فرجه عن الماتور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده حوت ده ولا ايه يا سالم؟ ده صوت حوت. حوت ايه؟ الصوت جاي من المركب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، انت عملت كده ليه؟ ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيتفش. ما تقلقش نفسك، انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها. هخش اكتم لك نفس امه حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في الموتور؟ زودت السرعه؟ انت ما شفتش خدنا الطريق اسهل ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك، انت كسبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طف يا سالم، احنا بنولع. الله يخرب بيتك، ليه بقت افكارك؟ الله يحرقك ويحرق. هي دي مركب ولا ايه؟ والله ما خدنا سمكه من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكه. ايه ده؟ هات العيال دي. تعالوا تعالوا تعالوا. انا جاي معاك. ما عملناش حاجة. انت عدو. والله ولا سمك. الحكومة صاحية تقول لي لازم اصطاد وقار. نفعك بايه الوقار يا اخويا؟ ها؟ والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة سعادة الباشا، في سوء تفاهم. والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باشا. ده لو في سمك في البحر اساسا يا باشا. هو في سمك هيقعد في الدوشة دي؟ اكيد طفش يا باشا. هو ده المطار، هو ده المطار اللي هيبقى قنبلة الروس. قنبلة يا فندم؟ قنبلة؟ الله يخرب بيتك بقى، دي الكلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك يا باشا. هو ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي. هتلبسنا قضية إرهاب؟ بيقول إرهاب. إرهاب؟ يا رب نخلص كلنا في اليوم الأخبر ده. يا باشا أنا متوتر وخايف، أنا خايف أقول تنظيم القاعدة نروح في 60 داهية. محدش يقول له بقى إن المركب اتحرقت، هو أكيد سمع. تمام عليك يا باشا، أنا لسه راجع من المصنع ورايح على المكتب على طول. المتهمين متأمنين وعلى وصول يا باشا. لا، اللي انا عرفته ان الحرس الجمهوري لغى الزياره بعد الانفجار على طول. الرئيس هيطلع على شركه ابو قير وبعد كده على برج العرب. يا باشا الموضوع ده يتحسب لنا، احنا احبطنا الانفجار قبل الزياره. تخيل حضرتك لو كانت القنبله انفجرت والرئيس في الموقع. ايوه، ما هم اصلهم كانوا مخططين انهم يتسللوا بيها للمصنع. لا محدش اعترف، بس التحقيقات هتبدا اول ما نوصل على طول. بس الموضوع باين يا باشا، محمود ده كان واضح ان هو بيعد العده من زمان علشان يعمل العمليه دي، وكان مقرر ان هو يهرب بعد التنفيذ على طول. ايوه يا باشا، عندي الادله على الكلام ده. انا كمان حرست من على الجهاز بتاعه رسومات هندسيه. لا لسه ما اعرفش طبيعتها، بس هبعتها للادله الفنيه عشان يفحصوها على طول. اكيد يا باشا دي خاصه بالقنبله اللي انفجرت قبل ميعادها. يا باشا المعلومات اللي جمعناها عن محمود بتقول ان الراجل ده عنده دوافع قويه جدا انه يعمل العمله المهببه دي. لا شريكه ما نعرفش عنه حاجه خالص. ما تقلقش سعادتك، قبل الظهر ان شاء الله هيكون عند سعادتك تقرير كامل باللي حصل عشان حضرتك تطلع بنفسك وتعلنه في وسائل الاعلام. الناس لازم تعرف ان البلد فيها امن صح يا باشا. حاضر يا فندم، تمام هيحصل. هو بس ما كناش متخيلين ان الموضوع هيتطور كده. هو بس اصل سعادتك، انا اسف يا فندم اسف، هو بس كنت بحاول اشرح وجهة نظرنا يا فندم. متشكرين يا فندم، متحرمش من حضرتك، وفي انتظار توجيهات سعادتك. شوف يا ياسر، الولدين بتوع المركب هيتحولوا للنيابة النهارده فورا. ايوه يا فندم، بس احنا لسه بنستكمل الاعترافات، واول ما نجهز هنحولهم نيابه امن الدوله العليا في اسكندريه. مفيش اعترافات ومفيش نيابه امن دوله عليا من اساسه،
هنحولهم للنيابة هنا في رشيد بتهمة مخالفة قانون الصيد وحيازة مواد متفجرة. ده إذا كنت متأكد إن كان معاهم فعلا مواد متفجرة. طبعا متأكد يا فندم، وتقرير معمل الجنائي هيؤكد ده. بس إزاي هنحولهم بالتهمة دي؟ أمال فين تهمة التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية؟ دي تهمة مؤكدة. ولا هم عشان وصلوا لكام صحفي وكام برنامج هيهوشونا؟ ياسر حاسب على كلامك معايا، مش كام جورنان وكام برنامج هيهوشونا. اولا انا وانت عارفين ان القضيه دي في شنك، خصوصا ان زياره الرئيس ما كانش معلن عنها واتلغت من بره بره. يعني القضيه مش هتصمد قدام اي نيابه ايا كان اللي ماسكها. ثم ان الاعترافات اللي انت جايبها دي ممكن محامي تحت التمرين يوقعها بضفره. اوعى تفكر انا سايبك تشتغل بمزاجك من غير ما تابعك، لا تبقى غلطان. ثم اننا لو عايزين نوظف القضيه دي سياسيا فالتوقيت مش مناسب. انا هفهمك بس علشان مقدر حماسك، لو الجرايد كلها والبرامج كلها بتصور للناس ان الشعب هيحس بالضياع لو الرئيس جراله حاجه، ده حتى اللي بيعرضوه شايفينه احسن من جمال مبارك ابنه لو مسك الحكم. انت ما بتقراش جرايد؟ بتوع المعارضه بيكتبوا كده. قريت يا فندم. احنا بقى في وسط ده كله نطلع على مؤاخذه زي اسمه ايه ونقول ان اتنين من عامه الشعب قرروا يغتالوا الرئيس اللي هو حبيب الشعب. بس دول مش من عامه الشعب، دول اكيد مسؤولين ومتمولين من بره. انت فاهم لما نقول كده الناس هتبصم بالعشره؟ انت مش عايش في البلد دي ولا ايه يا ياسر؟ هيطلع 1000 برنامج و1000 جريده و70 الف مدون وناشط سياسي ويروح يصوروا عشه مسالم وبيت محمود وهاتك يا حكايات وذكريات، ويقلبوا في حكايتنا مع ابوه واخوه، ويصوروا للناس ان اللي بيفكر يغتال رئيس الجمهوريه بسبب امن الدوله واللي بيحصل من امن الدوله. يعني بدل ما نكون سبب في حمايه الرئيس نكون سبب في تحريض الناس على اغتياله. فهمت يا ياسر؟ فهمت سيادتك. لو سمحت بقى عايزك تفض السيرك اللي بره ده باي طريقه. تمام سعادتك. خدي يا حبيبتي، خدي الحتة دي كمان عشان ترمي عظمك. ربنا يجعلك سبب وتنصفي كل المظلومين زي ما كنت السبب في نصفة ابنه. برضو مش عاوزة تصدقيني يا طنط. طب والله العظيم أنا ما كانش ليا يد خالص في طلوع ابنك، ابنك طلع نفسه. لا العفو، وهو لو ان سيادتك ما جبتيش سيره في النيابه للي حصل لي من ضباط امن الدوله كنت خرجت السنه دي. يعني ايه؟ امال انت طلعت ازاي؟ يعني الاستاذه دي ما وقفتش كده قدام القاضي وقعدت تقول يا حضرات القضاه يا حضرات المستشارين ان هذا المتهم المايل امامكم وكده يعني؟ معلش اعذريها، اصل عمرها لا راحت محاكم ولا نيابات، الغلطه غلطتها بقى. لو كانت راحت معايا في كل حبسه من الحبسات اللي فاتت كان زمانها تعرف الفرق بين النيابه والمحكمه. يا سلام يا اخوي، فرحانين قوي كلكم انكم بقيتوا رد سجون ومعتقلات وانا الجهله في وسطيكوا. لا صحيح، انا عايزه افهم انت طلعت ازاي ما دام الاستاذه اللي كلت حته وداخله على الثانيه دي ما فتحتش بقها طول الوقت وفضلت ساكته. ايه عايزه ايه يا ابني؟ الحقها بالميه. ميه كمان؟ اتفضلي. الله يا حبيبتي. اسم الله. وعلى فكره لو مت هي مسامحاكي في السدرين، انا لا. ما تفهمني بجد بقى. شوف يا طنط، ابنك وقف قدام وكيل النيابه وبكل هدوء من غير ما يترافع ولا حاجه، قال له سيادتك هو ينفع يبقى في جريمه من غير جسم جريمه؟ يعني احنا فعلا لو زي ما بيقولوا البهوات خالفنا قرار منع الصيد ولوثنا البيئه البحريه. طب هي فين المركب اللي كنا بنصطاد فيها؟ طب ليه ما قبضوش علينا واحنا جوه المركب يا باشا؟ ما انت عارف ان المركب غرقت لانها اتحرقت بعد ما الموتور انفجر. والله ده الكلام اللي هم بيقولوه سعادتك، لكن ايه الدليل ان ده حصل؟ افرض سيادتك ان الحكومه عايزه تلف عليها تهم واحنا قاعدين على القهوه، مش بيحصل سيادتك؟ بس انت لسه من شويه قايل انك لوثت البيئه البحريه، مش ده اعتراف برضه؟ بهزر طبعا يا باشا، هو في حد هينزل تحت المايه يخبط راسه في الشعب المرجانيه؟ طب ايه راي سيادتك لو جبت لي اي شعبه مرجانيه دلوقتي قصادي ما اقدرش اميزها عن اي شعبه تانية؟ هي رشيد فيها شعب مرجانيه؟ جميل قوي،
يعني انت جاي النيابه علشان تهزر يا باشا؟ مش القصد، بس الواحد من كتر تلفيق الطعم خرج عن شعور. انا زي ما سيادتك شفت خريج هندسه قسم ميكانيك، مال انا ومال الصيد؟ صحيح البلد ما فيهاش شغل، بس يعني هشتغل اي شغلانه زي زمايلي، اهواجي على تاكسي مبيض محاره، لكن هروح ارمي نفسي في البحر وانا ما بعرفش اعوم يا باشا؟ ما تجيش يا ابن اللذينه يا محمود، اتعلمت الكذب ده كله فين يالا؟ هزعل منك قوي يابا لو قلت لي ان الصيد مانجا. والله يا ابني هو في البلد دي الصيد ما عادش مانجاه، لكن برضه ما قلتليش مين اللي علمك الكذب ده يالا؟ الحجم والاختراع يا حاج. هو السؤال ازاي منى سكتت عليك وانت بتكذب؟ وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ اهو بقى اخلاقيات المحاماه، ما ينفعش اعمل اي حاجه تضر بموكلي. لا بقى كان يشكيني في النقابه والنقابه توقفني، وانا بصراحه واخد الموضوع قضيه. لا لا انا ما عنديش اي استعداد اضيع قضيتي عشان واحد مصر ان هو يكذب. هو حر يكذب. عمري ما هنسى منظرك في السلام بتاعه الانسان. عارفه انا من ذهولي ما لحقتش اصورك، كنت محتاج الكليب ده قوي في اسكندريه. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، اكيد امن الدوله صور، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في اول حبسه ليك هيدوكي 5 نسخ مرايه. انت هكمل الصدر ده ولا اكمله انا؟ بالنسبة للرز أشوف وشك بخير يا حاج. بالسلامة يا حبيبي، اوعى تنسى تتشغل وتنساني، لازم تطمني. أنا أقدر يابا، أول ما هوصل هكلمك. طيب خد دول معاك. كم دول؟ والله ما كان لي لازمة يا حاج، كان نفسي أقولك مستورة بس أنت فضحني بقى. معقول يا عمي؟ هو ده اسلوب تديله فلوس ولا موجود؟ وبعدين ده هيشتغل معايا، يعني هياخد فلوس من تحت الحساب. محمود عيب، رجع الفلوس لبابا. خلي فلوس يا محمود، معلش يا شافع، ابقى قبضه في ميعاد القبض بتاعه. قبض ايه وميعاد يا حاج؟ دول 200 جنيه، انت عارف اللي يشوف الحوار ده يقول ان انت غابزني ب 2000 على الاقل. ولا قالوا لك عليها حرامي؟ خد الفلوس قبل ما اغير رايي. ها؟ اسمع، جوز اختك واطي، لو عطاك قرش هيزيل لك بيه. اهو في دي بقى يابا عندك حق. يبقى وصل الحضن ده للحبايب يابا. ها استنى يا ولد، تعالى هنا اهو يا واد التوهيج. انت يا واد التوهيج تعالى هنا اهو، تعالى. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. سلامه ماما. جاك مود، انت اكبر مني. تعالى يا قلب امك. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. يا ماما كفايه يا يابا، انا عارف اللي فيها، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طول عمرك جدع. ادخل. وعليك يا باشا، عامل ايه؟ ازيك يا كامل؟ اتفضل. سلام عليك. بص يا كامل، اعرفك، باشمهندس محمود اخو مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا عينت هنا في الشركه نائب رئيس مجلس اداره. ايوه بس انا مش عارف لسه هشتغل ايه. اصبر يا عم، شغلنا بسيطه. انت هتروح المينا مع كامل، هتستلم الكونترات اللي جاي لنا فيها البضاعه من الصين وتايوان. كامل هيعلمك ازاي تخلص اوراقها من الجمارك والمينا. بس هي بس عايزه حمار شغل. ما اقصدش يعني، قصدي اقول لك انها شغلانه ما تخوفش، بسيطه. هتتمرن مع كامل مرتين ثلاثه لحد ما تبقى تمام في الشغلانه. بس كده؟ وانت تشتغل ببلاش. انت شغال واخد مرتب قد كده. وبعدين لعلمك بقى انا في الشغل واسال كامل، ما اعرفش ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اي والله الباشا كده بتاع شغل. خلاص بقى كامل، هنقضيها رغي ولا ايه؟ عايزك تاخد الباشمهندس محمود سيادتي النائب وتسلمه كشوف الصيدليات اللي بنشتغل معاه في جميع المحافظات. ده اهليه، منوفيه، شرقيه، كفر الشيخ. بس مفيش بس، انا بخفف عنك الشقه بقى. خلاص يا كامل، انت ما بقتش حمل جري محافظات وجري مراكز، ما ينفعش. بس انا ما اشتكيتش. يو كامل، عمولتك محفوظه، وبعدين شايلك للتقيله. احنا خلاص فتحنا شغل في مصر كلها، هنغزو القاهرة والصعيد بالكامل يا كامل. بجد يا باشا؟ وانا بهزر يا ولا. امال ايه؟ علشان تعرف ان انا شايلك للتقيلة وده اسلوبي. ما
معلش بس ان انا قطعت كلامكم عن المستقبل، بس انا مش فاهم، هو احنا ليه بنبيع لصيدليات بس؟ هو احنا بنستورد ادويه من بره؟ شفت يا عم، سياده النائب قال لك احنا عارف شغله في الشركه صحيح. بص يا اخويا، احنا بنشتغل مع الصيدليات، بس الصيدليات مش كل شغلها ادويه، لا، في حاجه اسمها اجهزه طبيه، ادوات مكياج، معرفش ايه للضوافر، معرفش ايه للعينين، منبهات لعب اطفال، وحاجات كتيره قوي. احنا بقى بنستورد الحاجات دي من بره ونوزعها مباشره للعملاء بتاعتنا في المراكز والقرى والنجوع والمدن البعيده اللي هم ما يقدروش يوصلوا للشركات الكبيره في اسكندريه والقاهره. تمام، وربنا يجعلنا كلنا لقمه خل بعض ان شاء الله. ايوه، ربنا يبارك فيك. مستون بقى بينا اسلمك الشغل ابو حنف. يلا بينا يا استاذ كامل. الاذن. سلامكم معاكم. السلام عليكم. اتفضل يا سياده النائب. اتفضل يا غالي. مساء الخير يا باشا. ازيك يا سيف باشا؟ ازي ما عليك. اتفضل. ايه الاخبار؟ كله تمام. كله تمام؟ تمام. بقول لك ايه يا باشا؟ انت اللي بتابع الواد ده؟ اه، ده عنصر ناشط عندنا. بس ده يسار يا باشا. انا عارف انه يسار. انا استغربت ان معاليك طلبت ملفه. يعني قلت لا يكون قلب جماعات اسلاميه من ورانا ولا حاجه. لا، انا بسال عنه عشان حاجه تانية خالص. خدمه كده لحد حبيبي يعني. تقدم لاخته واحد صاحبه. هو الواد ده تقدم لاخته الدكتور شامل؟ انا فاكر ان الموضوع يعني كان هزار وهيعدي. ايه ده؟ ده انتوا صاحيين ما شاء الله. تمام، حاجه تفرح والله. طب مش سيادتك كنت طلبت مني انا الموضوع ده كنت قمت بيه يعني بدل ما معليك تعطل نفسك. اصل بص، راجيه دي انا اللي مربيها، يعني ممكن تقول كده تخصنا اكتر ما تخص اخوها. فقلت يعني ان انا اشوف ملف بنفسي. على فكرة الواد ده كان مشرفنا هنا من كام يوم. هنا؟ سيادتك سمعت عن قضية الرئيس بتاعت رشيد؟ اه، طلعت في شنك دي؟ مالها؟ الواد اللي كان اتمسك فيها ده طلع اخوه كبير. الواد ده له ملف عندنا هنا؟ ليه ملف في مصر؟ لأنه كان بيدرس في هندسة القاهرة. إن شاء الله. دول مقسمين نفسهم بقى. الوالد في رشيد وكل ولد في حتة. حاجة تفرح والله. ما عليك تؤمر بشيء تاني؟ لا ما نستغناش. بس طبعا لو احتجت حاجة هطلب. أنا تحت الأمر. الله يخليك. على إذن عليك. اتفضل. الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست، ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الرئيس بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها؟ اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني. يعني يرضيكي حالي يوقف؟ طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني
انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته. اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش حضرتك الاستاذ محمود برضو؟ ان شاء الله. جيت في وقتك، قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحه في الصيدليه. خلصني، بقول لك مش قادره خلاص. حاضر حاضر، مش لما اقفل باب الصيدليه عشان استلم الحاجه من الراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادره، دماغك تتفتك. خلاص خلاص، اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاتوا انا همساعد معرفتي. هتاخديه كله؟ بخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تمن الحبوب دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوقلك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضحت القطط يا بنت الكلب يا شمامه. شمامه ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديده نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطه، استحملني شويه. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبه. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني طب ظابط يا ابني زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزله. انت ازاي ما طلعلوش امر اعتقال فورا؟ ممكن يا فندم، بس بتهمه ايه؟ يا سلام، لو هو لما يثبت مخبر ويتطول عليه وتعدى عليه اثناء خدمته دي مش جريمه؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان ستك عصبي شويه النهارده، عشان كده انا مضطر افكرك. المراقبه اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن النيابه. اعتقل الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره، الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. انا مش فاهم الواد جاب الجرايد دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على معودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم، انما دلوقتي خلاص الواد من دول بيخش في السياسه وبقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير، بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم؟ سيادتك لما تعتقل واحد من البهوات اللي بتقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكي عليه، ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير.
إنما إحنا بقى بيطلع عين أبونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبة. لو قربنا ناحية أي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجيلك من منظمات بتاعت حقوق الإنسان سواء دولية أو محلية. خلاص يا سيدي ما تحسسنيش إن أنت بتحسدني. طب ما حضرتش أيام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد لي يومين. المهم يا باشا عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما تفرعنش علينا بعد كده. واحد الا ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ في هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره في ايه يا محمود؟ انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بسريه يا حد، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي تلو دخنت امي، انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيله سالم اصيل اتاري. الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب يوم رمضان. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها مياه حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا. مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم، وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم. اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حنبلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تروح بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس حياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها تؤمرني بس. انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومنع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا. وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تزل لنا بيهم. طب يا نهار يا راجل اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد، انا عايز يا عم، مش عايز اعرفك يا عم، انا عايز اكلمك يا هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين حالا هكون عندك. افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني، افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده. يا احمد ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه؟ تعال اتفضل ادخل، تعال تعال ادخل. اتفضل. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا بن، ازاي ده بيتك؟ احنا ضيوف هنا بس. يعني يا احمد ما قلناش انك جاي. اما هو ما يعرفش،
اصلهم محلفاني اكبس عليه اشوف اذا كان عنده بنات ولا لا. ما شاء الله لقيت عنده اولاد وبنات. هو في ايه؟ تعالى انا هفهمك زي ما انتوا يا جماعه كملوا الدار امان. في اولاد وبنات. تعالى بس يلا يا محمود. انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه. اه سمعت عنه. بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه، فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه مظاهره كبيره جدا. على فكره احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان متراقبه. بص انا مش هكذب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي. اه كده انا فهمت، الشقه متراقبه واحمد مرصود. ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقول لك احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس الحقيقه حاجه تانية خالص هتحصل. اه بتتكلموا بالسيم يعني؟ مش لا السيم ايه اللي فعلا هيحصل. في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له، يعني قرب الوقت هيبقوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنت عملتوا ايه بس؟ نقول لهم النبي. على فكره اليومين دول مضايقينها علينا جدا. بقول لك ايه؟ ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه؟ مش خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست. امال احمد فين؟ قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه. لا لا احمد مش بيشارك خالص في حطتان خطط، اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه. بلسم بلسم كلامك بلسم، عارفه بيخلي الواحد قاعد معرفش كده. انت عارفه انا كل لما افتكر ان احمد خلاني اوكلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت. انا ايه اللي جابني السعاده دي؟ معرفش. اتجننت يالا؟ ايه يا باشا، مش الشرطه في خدمه الشعب والشعب عايز توصيله، ولا حضرتك اكبر من الشرطه والشعب؟ تعرف ان انا لو ضربتك بالنار دلوقتي ما خدتش فيك يوم سجن؟ هتبقى تعدي على ممتلكات خاصه؟ لا وهتمسكني سلاح وتقول اني كنت بحاول اسرقك زي حكايه لفافه البانجو بتاعت خالد سعيد. في الخيال يا باشا، عيب لما الدوله تكون صرفت عليك دم قلبها تفكر زي المخبرين. عايز يالا؟ انت اللي عايز مني يا باشا. ماشي ورايا مخبرين ليه؟ مش سيادتك في النشاط الديني برضه؟ أنا مالي ومال النشاط الديني؟ أصحيح أنت حضرتك بتخدم الدكتور شامل؟ اللي قول لي، هو المخبر وصلك الرسالة اللي بعتها لك امبارح؟ أنت عارف لو الإشارة فتحت دلوقتي وأنت لسه قاعد بتلوك وتعجن كده هفتح الباب وأرميك منه. أنا عامل حساب بس عشان في الشارع. لا وفي عربيات وناس، أنا عامل حسابي برضه. بس اسمح لي اني ابدي اعجابي بحضرتك وجدعنتك مع صديق عمرك، بجد حاجه محترمه وشيك جدا. بس تفتكر هيكون رد فعله ايه لما يعرف اللي عملته في اخته اللي ائتمنك عليها وسابها امانه في رقبتك لما راح البعثه؟ تفتكر برضه مهما كان الراجل متعلم ومتحضر هيقدر ينسى اللي حصل؟ اذا كان ابن الناس الغلابه اللي زيي حالف انه هخلص فيك طارق العايل اللي راجي اجهضته. ايه؟ مستغرب اني عارف؟ انا اعرف عنك حاجات كتير. واقسم لك بالله لو ما بعدتش عني وعن راجيه لاكون موزع فضايحك في منشورات مش بس لام عيالك، لا لحبايبك في النشاط الديني اللي انت مبهدلهم وفيها اسمك وعنوانك وصورتك. ده تحذير وقد عذر من انصر. سلام. محمود ده جاله امتى؟ امبارح بس يا باشا. اسمه ايه؟ محمود يا باشا. قال لك ايه تاني البابا عن اخوه؟ قال لي ان احمد نبهه انه ما يقلقش لما يلاقي محمود داخل وخارج عشان هو جاي يقعد في اسكندريه سعادتك، ده حتى عمل له نسخه من مفتاح الشقه. وده اشتغل فين بقى؟ ما يعرفش، بس هنعرف. طيب.
انا عايز الواد ده تحت المراقبة. الواد ده اللي اتعمل له قرية الرئيس بتاعت رشيد. عايز الملف بتاعها. وعايز اكلم الضابط اللي عملها. عندي ليه كام سؤال كده. عايز افهم العيال دي ايه ظروفها بالظبط. انا مش فاهم بتلم حالتك ليه؟ ما تقعد يا كبير، ده البيت بيتك. يا راجل بجد يالا الكلام ده؟ هو بصراحه مش هناك من هنا حاجه تفرحني، بس مضطر اني اقفش فيك عشان تقعد. حياه امك اكبس على نفسك، وكل ما يجي اصحابك يشرفوا افتن عليك عند امك. ها؟ لا يا كبير، اعمل اي حاجه غير انك تقول لامي، انا مش قدها. ايوه كده اتعدل. خد بالك من نفسك، ولو نفسك هفتك انك تقابل مواطنين طبيعيين في حالهم، معاك عنوان الورشه ومعاك عنوان السكن. خد بالك من نفسك. انت كمان. سلام يا كبير. سلام يا كبير. لا مؤاخذه بقى يا اسطى، اتاخرت عليك معلش. ولا يهمك يا هندسه، انا عارف ان الفراق صعب. الابتسامه دي مش مستريح لها خالص يا اخي، مش عارف اذا كنت بتنمرني ولا بتتكلم بجد. بس انا قلت لك بلاش تيجي معايا، انت اللي ركبت دماغك يا اسطى. بص يا باشمهندس، انا اول ما جيت من طنطا على اسكندريه لقيت ولاد حلال كتير قوي وقفوا جنبي، فديني برد جمال ربنا يا اخي. وبعدين بلاش موضوع يا اسطى يا اسطى يا اسطى كتير ده، خلي البساط احمدي، قول لي يا باشمهندس. انا نفسي الاقي اوبشن يدلت الابتسامه بتاعتك دي يا اخي، انا خايف وشك يشقق من الضحك. اتفضل. اللي اقول له هندسه ما تاخذنيش يعني، ايه اللي رمى اخوك الرميه دي؟ ده احنا طالعين من زخانيق لزخانيق زي ما اكون طالع من بيت الزواحف. انا عارف بقى ريقي ناشف معاه، واد مخه ناشف ودماغه فيها بلغه. معلش ربنا يصلح الحال. انت ما عندكش اخوات يا صنع؟ عندي، عندي اختي الصغيره زي القمر، بس ربنا يقدرني بس واعرف اجوزها. هيقدرك وهيرزقك من واسع، ربنا يخليك ليهم يا صنع يا رب. طب ايه، يلا نطلع نص نوقف تاكس؟ تاكس؟ انت مش لسه بتقول لي بتجهز اختك تاكسي مين؟ وقف لنا مشروع يا عم. طب اهو اهو جه يلا. يا اسطى يا اسطى تعالى يا حوده يا اسطى. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اعرفكم الباشمهندس محمود عبد الناصر، وباشمهندس دي مش بحكام ولا مجامله، لا ده باشمهندس بجد، يعني معاه شهاده من كليه الهندسه بس الزمن جرى عليه. طب وما وديتوش لهيلتون ليه بدل ما تجيبوه هنا؟ ما احنا ما لقيناش اوضه فاضيه على البحر. في ايه يا عم ما تهدى علينا؟ انا اقصد يعني جرى عليه الزمن وشغله في ورشه. في يا عم عاصم الراجل زيه زينا هنا، هيدفع ثمن السكنه. طب يا سيدي ما قلناش حاجه، بس المهم انه يعرف قوانين السكن هنا عشان ما يحصلش يعني خلاف زي ما حصل مع اخونا عبد الحميد. الواحد مش ناقص وجع دماغ. بالله عليك يا اسماعيل، احنا بنيجي هنا عشان نستريح مش عشان نتخانق. ده على اساس انك بتهدي النفوس كده. مين الحاج؟ رئيس اتحاد الملاك ولا مين؟ هو اللي وجهت لك الكلام اصلا. ها ساتر يا رب. ما في ايه يا عم عاصم، انت ما تهدى يا عم علينا شويه تتكنا. انت متصدق تشوف حد عشان تتخانق معاه؟ ما قلنا لك 100 مره يا اخي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سينفض. هو انا يا اخي طبعي كده، مالك ومالي؟ لا 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 استنى يا شيخ عاصم بقى، ده انت تستاهل بوسه. ده انت خليتني اول مره اشوف وشه من غير ما يبتسم. ده انا كنت ابتديت اقلع عليك والله. لا اله الا الله، اهو رجع تاني غتت يا شيخ عاصم. ولا اقول لك يا اسطى عاصم، ولا انت ما بتتسماش اصلا؟ مش مهم تناديني اصلا، المهم انك تعرف ان النور هنا بيطفي الساعه 9:30 بالليل. ليه؟ هو احنا في ملجأ ايتام؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا ناس بنشقى وبنصحى نصلي الفجر كل يوم، عشان كده لازم ننام بدري، اما بقى اللي ليه في السهر وعامل لي فرفوش اسهر بره الشقه، وبعدين مفيش هنا راديو ولا ام بي 3 واخواته ولا حتى غنى بصوت عالي. بالنسبه للنسوان انت بتهزر؟ بقول لك ايه؟ ما تجادلش كتير لان الجدال منهي عنه. اسمع اللي انت عايز تسمعه، هات لك سماعتين والزقهم على ودانك بشكرتون واقعد بقى ارتكب في المعصيه براحتك، انما احنا بقى ما تجبرناش ان احنا نرتكبها معاك. تعال تعال يا محمود. اليسا نزلت. تعال تعال اقعد. في ايه يا عم؟ ده
ده ما تخشش معاه في نقاش. عاصم ده حرس هد، وبعدين انت شاغل بالك بيه ليه؟ انت هتيجي كل يوم مهدود اصلا عن النوم على طول. الله افرض اني مش عايز انام يا اخي. هنبقى نطلع في الروف جاردن يا سيدي، نلعب طاوله ودومنا وكوتشينه كمان. بس تلعبوا بصوت واطي عشان نعرف ننام. اتفضل يا سيدي. الله الغني، في 60 قهوه حوالين المنطقه، اشي على الترام واشي على البحر، وهناك بقى هنرتكب كل المعاصي. اه هنلعب على المشاريب ونحتسي السحلب والجنزبيل. عشان احتسي البريل اللي بلغها. ايوه. ومين الاخ ده لو شكت كده ليه؟ ده اللي قصت عبد الرحيم عوض الله، اجدع كهربائي بره مصر. مساء الفل يا عم عبده. مساء الخير يا ابو عمو. انت نازل يا عبد الرحيم؟ طب معلش والنبي لحسن نسيت اجيب سجاير. ممنوع شرب السجاير جوه الاوضه. بقول لك ايه؟ ما تحاولش، كان غيرك اصلا. انا مش هضربه، انا هولع فيه بس. الله يجازيك يا حوده، ده انت ربنا بعتك ليا نجده من السماء بدل الاثنين الاثمين اللي انا قاعد معاهم. ده انا قاعد في مستودع نكد يا راجل. تعالى بقى نطلع بره في الروف جاردن نضرب سيجارتين. طب استنى بس عندي عبد الرحيم يجيب لنا سجاير. يا سيدي هو مش خارج، هو بيقعد كده. بيقعد كده يعني ايه؟ ده لابس الجلابيه والعمه واللاسه وماسك عصايته. ايوه يا سيدي، ما هو بيجي من الشغل يقلع العفريته ويلبس الجلابيه واللاسه والامامه والعصايه وكانه كبير الرحميه. جيب لي حط صوتك احسن تخنا هو اخر. ما تقلقش، مش ده اللي يخوفك من عبد الرحيم. امال ايه اللي يخوفك منه؟ ما تستعجلش، اتك على الصبر. ايه يا رب البيت اللي انا جيت فيه ده؟ ايه يا عم البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ مسيرك يا سيدي تتعود عليه. انا بقول الضحكه لزقت في وشك ليه؟ اتاريك لسعت يا اسماعيل من القعده مع دول. لا ما قلتليش. ايه رايك في المكان؟ شوف طالما الحمام فيه ميه يبقى كل حاجه عظمه. لا ميه ايه؟ هو ده ميه سخنه وميه بارده ودش من اللي هو السماعه ده اللي بيتحرك. اه ده الحاج جابر مدلعنا على الاخر. عندنا ثلاجه وعندنا بابور من اللي بيتحرك في كل حته في الاوضه ده كده. اه والله. طب ده احنا كان عندنا تلفزيون بديكودر من اللي بيجيب الاوروبي، بس منه لله بقى اللي ما تسماش. ده بدل ما تدعيني اني بشيل عنك السيئات اللي كنت هتاخدها. يعني بتشيل عني الضرايب اخويا؟ الله يهديك يا عم عاصم. بقولك يا حاج عاصم، هو انت ما فكرتش تتجوز؟ من فضلك حاج، دي كلمه لا تقال على سبيل الدعابه كده، تقولها لمن ادى فريضه الحاج فقط. يا نهار اسود، اتاري الواد حسين طلع منحرف بالنسبه لك. تقصد ايه بالكلام ده؟ صوتش حاجه يا اخويا، صوتش حاجه. انا نازل اجيب سجاير عشان اشربها بره. حد عايز حاجه من تحت؟ عايز حاجه من تحت يا عم مرحوم؟ ايه البيت ده؟ ممكن احط الشنطه تحت السرير ولا لازم اتاكد انها طاهرة الاول؟ يا رب البيت ده. سلام عليكم. البوم اليسا الجديد اللي جاي. اسف على الازعاج معلش. معقول انتوا نمتوا الساعه 12؟ لا ده احنا اللي بننام بدري. او مين حضرتك؟ انا جاي اسال على محمود عبد الناصر اخويا. هو انت احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعالى بقى، هو محمود لسه نايم دلوقتي يعني، انا هصحولك اهو. كان نفسي اقول لك اتفضل بس مش. لا لا كتر خيرك، بس حضرتك ممكن بس تصحيه وانا هكلمه وانا واقف على الباب. طيب وهو بقى يبقى يشرح لك. ها هو ده جامد. في ايه يا اسماعيل؟ في ايه يا اسماعيل؟ مين يا اسماعيل اللي جاي في ساعة زي دي يا اسماعيل؟ لا احنا مش قلنا مفيش زيارات بعد 9؟ معلش يا عاصم، ده اخو محمود بس جاي له، واضح انها حاجة مهمة. ايه ده؟ احمد اخوانا؟ يا ناس عيب ما ينفعش كده. احنا ناس ورانا شغل وبنجري على اكل عيش، يعني 9 النوم دي من حقنا برضك. بقول لك ايه، ما تخليش اتغاب على امك النهارده. امي وابوك وخالتك وجوزها، انت جبت اخرك معايا اتخمد. في ايه يا احمد؟ انت كويس؟ انا كويس كويس. وابوك وامك كويسين؟ لا لا كويسين. شوف اهو بيقول لك كويسين.
لازمته ايه بقى الازعاج ده؟ انت هتردحلي، ده انا هفتح قرنك. خلاص يا حوت، خلاص يا حوت، ما تهنش نفسك مع الواد ده. خلاص ايه ده، انا هكشم له انا في ايه يا جدع؟ انت ايه يا جدع؟ انت يعني مصمم انك تهزق نفسك وخلاص؟ طب ايه رايك بقى ان اخوه هيخش ويشرب شاي ويلعب دومنه ووريني بقى هتعمل ايه؟ لا 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 كتر خيرك يا اسطى، تعالى بس محمود عايزك دقيقتين. بس لما اجي لك، لما اجي لك. لا تجيلي ولا اجيلك، انا ليا كلام تاني مع الحاج بس اول ما اشوفه، عشان انتوا كده بتهرجوا. ايوه انا عارف كويس اللي زيكم لو تساب لكم الباب مفتوح هتقلبوا السكن ده جزيره الشيطان. انا اسماعيل احب اقول الحق، الحق ما بيزعلش اسماعيل. ما خلاص يا عاصم، خلاص هي شغلانه، ما طلعوا بره اتخمت بقى. على فكره يا اسماعيل، انت اول مره تعلي صوتك عليا، مش هنساهلك ابدا. ما هو انت يا اخي اللي كلامك مستفز يخلي الحجر ينطق. ما تقول حاجه يا ابراهيم، ده يصح عندكم في الصعيد؟ يصح ان يجي لك ضيف يستنجد بيك تقوم تعامله كده؟ يصح ان الاستاذ يعامل محمود قدام اخوه الصغير كده ويكسفه؟ دي الشهامه؟ دي الجدعانه يا جدع؟ عيب عليك. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه بس كده ليه؟ ليه تنرفزني وانا الدكتور مانعني من النرفزه عشان السكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسامحك يا عاصم، الله يسامحك. بقول لك ايه؟ قوم معايا نطلع على المستشفى نعمل عليها اشعه لكون اتكسرت. لا يا عم ولا اتكسرت ولا حاجه، هو الرباط الضغط خلاها كويسه. نفسي اعرف بس ايه اللي خلاك تعمل كده؟ افرض كنت وقعت رقبتك اتكسرت، كنا هنعمل ايه في امك؟ انا مش جاي لك عشان تديني محاضره، انا مش ناقصك. امال جاي عشان افرح بيك؟ انت هتفضل هربان لحد امتى يا احمد؟ بتسال نفسك السؤال ده؟ قصدك ايه؟ هو انا هربان؟ امال سبت رشيد ليه؟ سبتها بمزاجي، بدور على شغل. لا سبتها عشان هربان، مش عايز تواجه حقيقه انك مهما مشيت جنب الحيط مش هتاخد من البلد دي حاجه. وانت لما نطيت فوق الحيطه خدت ايه؟ رجليك اتكسرت وكان ممكن تبقى رقبتك لا سمح الله. انا عيده تاني. بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت اقعد اتناقش معاك، في عربيه مستنياني تحت ولازم اتدرى يومين على ما الدنيا تهدى. ايه شغل الافلام اللي انت معايش نفسك فيه ده؟ بقول لك ايه، انت هتقوم معايا دلوقتي، هنطلع على منى المحاميه تسلم نفسك ونشوف الناس دي عايزاك في ايه. مين اللي معايش نفسه في افلام؟ انت لو شفت شكل الحمله اللي جايه تقبض عليا تقول جايه تقبض على بن لادن. هما المره دي ناويين على نيه وسخه وفيها حبسه طويله. انت عارف بقى انا لو اتحبست امك هجرالها ايه؟ ولو فضلت هربان هنعيش كلنا في تبات ونبات؟ اهو نص العمى ولا العمى كله، طالما انا هقدر اكلمها كل يومين ثلاثه هي هتطمن. طب هتقعد فين اليومين دول عشان اطمن عليك؟ والله لسه معرفش. ولا انت هتعمل تنظيم سري عليها معفن؟ انا اخوك يالا. لا والله، بس فعلا كل ما اسال على حد الاقيهم يا اما قبضوا عليه يا اما راحوا سالوا عليا انا وغيري عنده. بس ما تقلقش علي سكه ورا سيك. طب بقول لك ايه، قوم تعالى معايا نام جوه يلا، وسيري شيلنا احنا الاثنين يلا. وتفتكر الاخ اللي جوه ده هيسكت؟ ده ما كانش طايق نفسه لما شافني على الباب. اخ مين يا ده؟ انا مفخور. لا يا عم الاحسن يروح يشتكيك عند صاحب الوش، انت مش ناقص. ياد عيب يالا، واخوك عيل. قوم خش نام معايا جوه، وانا هخلي الواد اسماعيل بكره يدور لك على شقه مفروشه الدبان الازرق، مش هيعرف طريقك. تلاش صدقني في حد مستنيني تحت. حد مين؟ حد وخلاص. المهم خلي بس الشنطه دي عندك يومين، هي بس شيله وانا عايز افضل خفيف. فيها ايه الشنطه دي؟ يعني فيها قنابل، متفجرات، بعض الاسلحه الجرثوميه، يعني هيكون فيها ايه يعني محمود؟ يعني كتب وملازم الجامعة. عامه اول ما الاقي حته انا هعدي اخدها بنفسي. لا يا حبيبي مش هتعدي، انت هتكلمني وهتديني عنوانك وانا اللي هجيبها لك عشان اطمن عليك. تصدق اسمي اشعر من الجمله دي؟ هو انت امي؟ ده انت اخويا وانا طايقك بالعافيه. الله يخرب بيتك، نفسي اعرف بس بتعمل كده ليه يا احمد؟ بس هعمل ايه بقى، دماغك زلطه مفيش فايده. وانت يعني اللي دماغك خصايه؟ ما انت دماغك انشف من دماغي، بس ماشي في السكه الغلط. شوف الواد اللي جاي يرمي بلاء على الناس، يعني هربان ورجليك مكسوره وجاي تقول ماشي في السكه الغلط؟ استنى اد هنا، خد رايح فين؟ خد دول يا عم. هو انت ليه تاكل؟ وبعدين انت ناسي ان انا راجل متمول من بره؟ يا شيخ اتنيل، يا ريتك متمول كنا اطمنا عليك، لما طالع فقري زي ابوك. معاك فلوس بجد؟ ايوه معاك. طب فك لي 200 جنيه دي 50، خد بالك من نفسك يا ابن الكلب. وانت كمان يا ابن نفس الكلب.
اله الا الله محمد رسول الله. سلام يا كبير. يا تزك على رجلك براحتك، ما تقرص عليها. ماشي يا كبير. سلام يلا. هنا يا باشا. معلش بقى دفعه مش لاقي مكان. ما انت شايف العربيه صغيره ازاي، عايز الحق القداس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا هندسه، بس متاخرش. رايح فين؟ الباب من هنا. هشتري كارت شحن. متاخرش. طيب خلي بالك من العربيه. فجروا كنيسة ماري جرجس يا فندم. نهار اسود، امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا. بيقولوا في ناس كتير ماتت فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كلم طارق بيه خليه يحصلنا على هناك. يلا بسرعة. حاضر يا فندم، حاضر. سلام. اتأخرتي قوي. انا خلصت كل الاكل اللي سبتهولي ونمت عشان اهرب من الجوع. من هنا والشفا. يلا. ايه الدلع ده كله؟ كله تمام يا فندم. داليا سلمت الظرف لمرات هيثم وطارت قبل ما حد يشوفها. زمانه دلوقتي ايه؟ بيلف حوالين نفسه. صحيح. انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت مش مشغل التلفزيون؟ ما انا خفت يعمل صوت فخوفي يسمع. ده انا حتى قفلت الموبايل. على فكره شكله دخل من ساعه. لا تتعدى الست سنوات. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ فجروا كنيسه مار جرجس. ايه؟ امتى؟ من ساعه تقريبا. انت عرفتي منين؟ وهران الخضيري ساكنه هناك، بتقول لك الدنيا مقلوبه عندهم وفي ناس كتيره ماتت. يا حرام، ده النهارده كان عندهم قداس. ولاد الكلب يا مجرمين. طبعا ما البلد متسابه لهم على البحري. وبتوع امن الدوله بدلا ما يركزوا معاهم مركزين معانا احنا. الجزيره مش جايبه حاجه ليه؟ انت مش بتقولي من ساعه؟ استحاله يكون الخبر وصل لهم. بنقول ان الشاعر تعملي ايه؟ او الفنان عامه تخلي التلفزيون المصري يجيب حاجه زي دي؟ استني بقى لما ينزل خبر على العربيه والجزيره وبعدين هم يبقوا ينزلوا. يعني على الناس اللي ماتت اكيد فيهم اطفال وستات. وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمه دي، زيها زي اللي قبلها. اخرهم ينزلوا يلموا في العيال المدقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص. ومش الارهاب الديني ده بتاع الباشا برضه؟ ما هو لو كان شايف شغله صح ما كانش ده حصل، بدل ما هو عمال يعتقل بتوع الاخوان ويجند مشايخ السلفيين. يا نهار اسود، دي الكنيسة دي جنب الشقة اللي ساكن فيها محمود. طب وإيه يعني؟ أنتِ فاكرة عملوا إيه يوم كنيسة محرم بيه؟
نزلوا على كل الشقق المفروشة اللي حواليها عشان يلموا العيال ام دقون عشان يعملوا من وراهم شغل. طيب اخوك ماله مال الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي دقنه قد كده، اكيد متسجل عندهم، خصوصا ان الشقه جنب الكنيسه. ما تقلقش، هما حتى لو جم هيقعدوا عند الراجل ده بس مش هيجوا جنب اخوك، ده راجل في حاله وهما لسه مطلعينه. انت بتعمل ايه؟ لازم انزل اروح. تنزل تروح فين بس؟ انت ناسي الشنطه اللي انا سايبها عنده فيها ايه؟ اه صحيح، تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز اجازف، ده لسه طالع من مصيبه امي كانت هتروح فيها. يا ريتني كنت جبت الشنطه هنا. طب انا خايف يعملوا حمله مداهمه وانت هناك. ما تقلقيش، هم طول عمرهم رد فعلهم بطيء، هيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم الاول ويفكروا، ولو ما لقوش حد يلبسوها له هينزلوا يعتقلوا عشوائي. لازم انزل دلوقتي. طب انا مالك، انا مالك. افتحي يا راجل، افتحي، مين معاك؟ انا سامع صوته. هي حصلت؟ وادي المخبأ الامن اتضرب، هودي الشنطه فين بقى؟ افتحي يا راجل، مش عايز اعلي صوتي واعمل فضايح. افتحي. هاتي هاتي مفاتيح عربيتك. اول ما تخلص تكلمني، فاهم؟ خلي بالك من نفسك، لازم اشوفك النهارده. ايه؟ افتحي. فين الحيوان ده؟ معلش يا دكتور، انت مش غريب، ده مات. اديك هات. هتعدي بالسهل؟ ما عاد هنا بالك قد ايه؟ يعني يومين تلاتة كده، مش فاكرة. ما هو معلش بقى يا شامل، ما هو هيثم صاحبك هو وزمايله مطلعين له امر اعتقال، ما اقفش جنبه يعني؟ وبعدين بذمتك انت يا شامل، بذمتك يرضيك اشوف جوزي بيتبهدل قدامي واقف اتفرج عليه؟ جوزك؟ لو انت فاكر ان انا ممكن ادخل راجل غريب اوضتي؟ عيب عليك، عيب. ده انا بنت اصول ومتربية كويس. اخس عليك. ايوه اهلا، ازيك يا ابو حميد؟ ابو الغالي تعالى اتفضل ادخل. محمود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب انا كنت جاي بس اخد الشنطه عشان طالع رشيد دلوقتي. اجيبها لك؟ طب اشوف لك محمود شايلها فين الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لقيتها لك؟ تعالى هنا، دي حاجة الراجل ازاي تديها له؟ ايه يا جدع انت، ما هخرج راجل يا جدع، فيه ايه؟ لا مش هينفع ياخدها. يعني ايه مش هينفع؟ دي شنطتي يا ابني. زي ما سمعت كده، دي مش كرخانة، دي شقة محترم. ايه يا اسماعيل؟ ايه يا اسماعيل مالك؟ واي حد يزق باب الشقة برجله يدخل ياخد اللي هو عايزه، هي مش كده ابدا. ايه انت هتعمل لي حدوتة؟ بس ده مش اي حد، ده اخوك جامد. ها ودي حاجته، وهو مديها له قدامي عينيا امبارح بالليل. بقول لك ايه يا عم اسماعيل؟ بلا جامد بلا طار يا عم اسماعيل، مفيش الكلام ده. بقول لك يا عم اسماعيل مش هياخدها. افرض احنا اديناها له وهو خدها وجه هو ما لقاهاش، يقوم بقى هو يسرقنا ويوجع دماغنا. ايه في ايه يا عاصم؟ انت تتحول ولا ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش رخم، الراجل بيقول لك لازم يسافر بالشنطه رشيد. خلاص يكلمه في التليفون يقول نديها له. نديها له يا سيدي. كلمته تليفونه مقفول. لا ما هقول لك ايه، بص ده حيطه سد، ده مش هتعرف تاخد منه وعاد نافع خالص. اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن. تعالى بقى نطلع بره اعمل لك شاي لحد ما محمود يجي هو على وصول. طب مش هو كان معاك في الورشه؟ هو راح فين؟ هقول لك ايه، بس راح يقضي مشوار وخلاص. تعالى بقى علق لك على الشاي وهتشم شويه هوا بره تحفه. كتر خيرك، بس فعلا انا مستعجل ومحتاج الشنطه فورا. وانا قلت لك مش هتاخدها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي اقدم واحد في الشقه دي، يعني تقدر تقول بحكم امير الشقه. امير ايه يا عم الحلو واحنا في جماعه؟ بصفتك ارخم واحد في الشقه. انت انا بتبص لي كده ليه؟ ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمه امير دي على لسانك. والله انا ما بجيبش حاجه من دماغي، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. طالب الولايه لا يولى يا سيدي، ما انتش لوحدك اللي عارف شرع ربنا. انا بقى
خلعتك من الولايه وهاخد الشنطه وامشي. استنى انا هنا يا محمود. يكلمني عم اسماعيل وجلا سكت. ايه دمار سكت اسماعيل. وانا اللي بقول عليك امير. اقعد يا عم بقى خلاص. اهدى ده اخوك جامد يا عم. اثبت عندك لو حركت اخد عليك. بقى لك اثبت عندك ما تتحركش. انا ثابت اهو. اهدى بس. في ايه؟ مش عايز اسمع صوتك خالص خالص. مش مصدق ان محمود ممكن يشهد بالكلام ده. ليه؟ ده احنا ما فيش حد فينا اذى في حاجه. والله بقى الكلام ده تقوله له لما تواجهه في النيابه. الراجل قرر يشتري دماغه ويلبسك انت وعاصم وعبد الرحيم الصعيدي في القضيه ويطلع منها هو واخوه. ايوه بس ليه؟ لما ما فيش حد فينا عمل حاجه اصلا، ايه لازمته الكلام ده؟ يعني انت مقتنع انه يظهر كده صدفه قبل التفجير بكام يوم ويستلم الشغل وهو جاي عن طريق حد من الجماعات المتطرفه؟ اخوه قبل التفجير بليله واحده يجي ويسيب شنطه فيها طريقه صنع المتفجرات. وفي اليوم اللي بعده يحصل التفجير في الوقت اللي بيختفي فيه من البيت وبيرمي الجت على بنت الراجل اللي شغال عنده عشان تبقى حجه غياب. البنت جت فعلا واقرت ان هي شافته، لكن صدفه. هو طلب منها ان هي توصله لمكان معين ووصلته وسابته ومشيت، وعندها اصحابها هيشهدوا بالكلام ده. وبعد التفجير بوقت قليل يجي اخوه عشان ياخد الشنطه اللي فيها ادله اللي بتحطها موضوع شبهات. طب ما تاخذونيش يعني يا بهوات، لما انتوا عارفين كل الكلام ده عنه مصدقينه ليه؟ مين اللي قال لك اننا مصدقينه؟ امال احنا جبناك هنا ليه وخليناك تقرا الكلام ده مع انك المفروض تتواجه بيه في النيابه؟ وشيلنا الغمامه عن عينيك وخليناك تشوف وشوشنا مع ان ده ما حصلش مع اي حد من زمايلك. ليه عملنا كده؟ عشان وثقنا فيك وصعبت علينا انك بتتدبس في شيء القضيه انت مالكش دعوه بيها. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي يا فندم؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ ولا حاجه. من حقك تعرف ايه اللي بيتقال عنك وتشوف ممكن تعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ ايه يا دكتور؟ خلصت معاه؟ ايوه يا فندم، بس هو حصل مشكله مش متوقعه. حصل له ايه يعني؟ للاسف مات سيادتك. يا نهار اسود، يموت ازاي من جرعه مخدر؟ ما زميله خدها وزي القرد. واضح ان كان عنده مشكله في شريان في قلبه. سيادتك انا مش متاكد اذا كان ده السبب فعلا ولا لا، بس اللي متاكد منه ان حصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه سبب الوفاه المفاجئه. بقول لك ايه يا دكتور، ما تسيب الكلمه دي لاخواتنا بتوع الطب الشرعي هم يقولوا رايهم فيها. انت ليه مش عايز تعترف ان انت غلطت وزودت له جرعه المخدر شويه فمات؟ ما تزعلش يا دكتور، نقص المعلومات الطبيه بس بيعمل مشكله. اي حاله وفاه سببها هبوط حاد في الدوره الدمويه، يعني الطب الشرعي ما غلطش والدكتور ما كدبش، مش كده يا دكتوره؟ تمام سيادتك. طب وهنعمل ايه في المصيبه دي؟ مصيبه ايه بس؟ ده بدل ما تفرح ان احنا مسكنا اللي نفذ تفجير الكنيسه. مبروك يا شباب، مبروك. معلش بقى يا ابو السباع، واضح ان عاصم ما عملش حساب للعشره الطويله وقرر هو كمان يبيعك. يا اخي كل واحد بيعمل لمصلحته. بس ده تقريبا قال نفس الكلام اللي قاله محمود. ده عمرهم ما اتفقوا على حاجه. يهم يتفقوا عليا انا؟ شوف بقى يا اخي، والغريب انك تشوف عاصم ده بدأنا الواسطه لغايه ركبته وكلامه دايما عن الدين. تقول راجل ايه؟ العيب ما تطلعش من بقه.
لكن تقولي بقى ساعة الجد والواحد لما بيتزنق بيضطر انه يكذب عشان ينجي نفسه. معلش يا اسماعيل معلش. لا معلش ايه سعادتك، ده انا ممكن اواجه الواد اللي اسمه عاصم ده واحط صوابع الاتنين في عينيه. حتى لو حطيت صوابع ايديك ورجليك في عينيه مش هتفرق للاسف. البقاء لله يا اسماعيل. عاصم انتحر من كام ساعه. انتحر؟ تخيل طول الوقت بيتكلم عن الله وعن الرسول وفي الاخر يموت كافر. الدنيا دي مش مضمونه ابدا يا اسماعيل. كده النيابه ممكن ما تاخدش باعترافه، واي محامي يقدر يطعن فيه، وطبعا عبد الرحيم النيابه مش هتاخد معاه حق ولا باطل وتحوله لمستشفى الامراض العقليه. كده يبقى ما يبقاش فاضل غير كلمتك انت قصاد كلمه محمود. لو شهدت ضده هو واخوه وعبد الرحيم واعترفت انك كنت فعلا جزء من خليه ارهابيه عشان تدمر الكنيسه، انا اعتبرك شاهد ملك وهتطلع براءه من القضيه، وكمان هنوفر لك الحمايه في مكان ما حدش يعرف عنك في اي حاجه، وهنشغلك في الحكومه بمرتب ثابت كمان. كفايه كده ما تضغطش عليه، هو لازم يكون مقتنع عشان الشهاده قدام النيابه والمحكمه مش سهله وعايزه تركيز. سيبه ياخد قراره براحته. تصنيع المتفجرات حصل من خلال المنشورات اللي كان احمد اخو محمود عبد الناصر بينزلها من على شبكه الانترنت، وعملنا محاولات كتير قوي، ولما كنا بنفشل كان محمود عبد الناصر كان بيشجعنا ويحمسنا ويقول لنا ان اللي احنا بنعمله ده مش عشان خاطر مصلحه حد فينا، عشان خاطر مصلحه مصر. ليه يا ابني بتعمل كده؟ سياده الرئيس محمد حسني مبارك. ليه يا اسماعيل كده؟ كان بيجي لنا تحويل من الخارج زمان، بس الاوقات الاخيره دي والله العظيم كانت صعبه قوي، عشان كده اتجهنا الى الوسائل شبه البدائيه في تصنيع القنابل البدائيه المحليه، واللي شجعنا كذاب والله كذاب انها اتفجرت بقنبله شبه بدائيه محليه اللي هي بيبقى جواها المسامير دي، وده اللي خلى اجهزه الامن والحكومه يعني لم تعثر على الجنايه الحقيقيين. واللي شجعنا ورسم لنا الخطة هو المهندس محمود عبد الناصر بعد ما كان أخوه بيراقب الكنيسة لفترات طويلة، ودي شهادتي والله على ما أقول شهيد. أحسنت، صلح الغلطة دي في المونتاج وبعت لي الشريط. نفسك ليه يا عبد الرحيم؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيب احسن؟ انت عايز تنقطني؟ قاعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خالو، مالك جاي زي الحريقه كده؟ ده احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه؟ يا ابني هما كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهربائي يا ابو خالو؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت، يقولوا لي يعني انت معترف اهز راسي واسكت، وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟ طب اهو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه؟ ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشة وعايشة زي الفل، أحسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الأقل هنا الدنيا أمان. بقول لك إيه، أنا مش ناقصك، أنت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابة وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي، تكذب كل الكلام ده قصاد النيابة يا عبد الرحيم. أمني يا محمود، أنا مش طالب نيابة واصل، ومش هنشهد، وما فاتحش بوقي بكلمة، أشوفك خلقاتي. هموتك هموتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى ايه يا محمود؟ تعالى
لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا؟ في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه كما يقول العوام. الف صلاه عليك يا نبي. هديت شويه؟ ينفع نتعرف ولا نتخانق انا وانت عشان تفضي شحنه الغضب اللي جواك؟ لا العفو، انا محمود عبد الناصر. انا الدكتور ابراهيم عبد الحميد. انا مهندس زيك بس انا في الطاقه النوويه. تشرفنا يا باشمهندس. ايه مالك مستغرب ليه يا سيدي؟ سمعتك سباك. سمعة ايه؟ انا ما عملتش الجريمه اللي هم لفقوها لي دي. الله، وانت شايفني باخدك بالحضن وبقول لك ينصر دينك يا استاذ خليفه؟ ما نص اللي انت شايفهم دول ما عملوش اي تهم. والنص التاني؟ لا كدب خيبه. في العائدون من افغانستان، وفي العائدون من البانيا، وفي العائدون من الشيشان. ده اذا اعتبرت ان نصره المستضعفين في الارض تهم اصلا. بص بقى يا دكتور، انا بقى العائدون من بورسعيد وما بحبش اتناقش في مشاكل الناس، انا فيا اللي مكفيني. طب اهدى بس اهدى، مفيش مشكله ملهاش حل، كل مشكله بتتحل بالتفكير. اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان على ما تصفون. يا دكتور شفت لسه شحنه الغضب جواك. اهدى بقى بالله، خلي ايامك السودة دي تعدي على خير. اهو الصعيدي فرحان اهو جاب دول اهو. هيقدر يعمل ايه يعني؟ ما ياما يا راجل قلت لك بلاش الرومانسيه الثوريه بتاعتك دي. لعلمك بقى في ناس اكبر واهم من اخوكي ده 100 مره وما بيقدروش يحطوا عينهم في رائد امن دوله. ايوه بس انا اخته يا منى، اخته. هكلمك جد ولا هتزعلي مني؟ والنبي يا منى بلاش هزار دلوقتي. طيب ماشي نتكلم جد. اولا انت ليه مقتنعة جدا كده ان اخوك مش زعلان عليكي؟ لا يا راجل اكيد طبعا زعلان جدا ومتضايق، بس في الاول وفي الاخر الغلطة كانت غلطتك. بصي يا حبيبتي انا عارفة الحاجات دي حصلت ازاي وفي انهي ظروف وان الكلب ده استغل ضعفك، بس برضه كل الحاجات دي ما تديش لاخوك القوة انه يقف قدامه. زعلتي من كلامي؟ لا خالص والله، بس انا صعبان عليا احمد من اللي هو فيه. الراجل ده بسببي، بس انا مش هسكت، هطلع على الاعلام واحكي قصتي مع هيثم واقول ان هو سبب في تلفيق القضيه لاحمد واخوه. عارف بقى الكلام ده تعملي بيه ايه؟ تكتبيه في مدونه وتحطيه على النت. واحنا كده بينا وبين بعضينا نعمل له شير بقى تويتر فيسبوك كده، ولا اقول لك تحبي تصوري حطه على اليوتيوب، واذا بتوع امن الدوله حبوا يطنشوا كده ويسيبوه كام يوم ماشي، كام الف واحد هيقراه. طب على الاقل نحاول يا منى، نحاول. هيرفع عليكي قضية سب وقصر، وقانونيا للأسف هيكسبها لأنك ما عندكيش أي دليل على كلامك، وساعتها بقى بصراحة مش هتبقي ساعتي أحمد خالص. لا أنا مش مصدقة المهانة دي بجد، مش مصدقة. ما أنتِ عارفة كويس أوي إن في ناس كتير حياتها بتتدمر تماما على أسباب أتفه من دي. أنتِ كده بتطمنيني صح؟ لا مش صح، أنا كده بحاول أكوي جرحك عشان يخف بسرعة عشان تعرفي تفكري. بصي انا حاولت افهمك انت واحمد قبل كده، انتوا ما حبيتوش تفهموا، قلت لكم بلاش تحدوا الضابط ده، بصوا لقدام. ساعتها قلتوا عليا ان انا بقيت اصلاحيه وما بقتش ثوريه وكلام كده. بصي انا مش زعلانه منكم خالص، بس دلوقتي ارجوكي اسمعيني وحاولي تفهمي. انتوا مش واقفين قصاد ضابط امن دوله، لا انتوا واقفين قدام جسم عملاق لنظام قمعي ومتوحش، لو حد فكر يلمس منه شعره بيلف يحارب بكل قوته. عارفه ليه؟ عشان ما يستجراش يفكر يعمل كده تاني. يعني ايه؟ اسكت وايأس وخلاص؟ ده انا حتى مش عارفه اكلم احمد واطمن عليه.
لا ما تيأسيش، ان شاء الله هتكلمي مع احمد وهتشوفيه وهتطمني عليه وهيطلع براءه كمان. على فكره يا راجل انا مش ساكته، انا بعمل كل حاجه عشان اجيب ملف القضيه، ولما بقى فعلا ملف في ايدي انا بقى هشوف بنوا القضيه دي على اساس ايه، وهمسك الاساس ده واهده طوبه طوبه. بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب؟ ايوه لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم جوه العنبر. انت لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. شايف دي؟ عندك حق. احنا اتطرقنا مع الناس دي والعالي، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر، بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروحوا فين؟ نروح اي حته مش مهم. ما بديهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزي ما خليها على الله. يلا عبد الرحيم. ايه كده؟ ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والعه جوه؟ يا اولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي، لحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه الثانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده نوصل لاقرب حته يا اخي، ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. هنعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم يلا توكل على الله. قلت لك يا صاحبي حظي ذكر، قضيت عمري هربان من رصاصة ما كنتش عارف اني اخدها هني. ما تقلقش ان شاء الله بسيطة، انا لازم اوقف النزيف ده بأي طريقة. ما تضيعش الوقت واسمعني كويس، اسمع اللي اقول لك عليه يا محمود. اسمعني انت يا عبد الرحيم وبلاش تكلم كتير. انا ما اسميش عبد الرحيم، أنا اسمي موندي، موندي بخيت عبد الرازق أبو العيلة، من جني، من بلد صغيرة اسمها التمساحية، تمساحية جنب رزيقات
مش هتوه مش هتوه يعني لو سألت عليها. أمانة 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 عليك يا شيخ، أمانة عليك يا شيخ. تروح لأهلي وتقول لهم مدي تقاتل خلاص، تخليهم يبعدوا عن ولدي، ما ياخدوش بالطرب منه، ما عدلوش الطرب. عايز واصل. أنا مش هسيبك، أنت سامع؟ أنا مش هسيبك. إحنا هننزل هنسلم نفسنا عند الناس اللي تحت وهم هيعالجوك. أنا لو نزلت هنزل لوحدي. أقول لك أنا مش هسيبك يا مندي. اسمع اللي بقول لك عليه يا محمود، ما تضيعش الفرصة يا صاحبي، ما تموتش الحقيقة، ما تدفنش الحقيقة في الصحراء. أنت لازم تنزل وتثبت براءتنا يا محمود، مفيش حد غيرك هيقدر يعمل كده. روح يا محمود، الله يرضى عليك. روح يا وادخل. سلام يا مندي. سلام يا وادخالي. لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. روح يا محمود، ما عايزينش نبقى اتنين. روح. ده بالنسبة لسجن المرج سعادتك، أما بالنسبة لسجن وادي النطرون فالجيش سيطر على كل العنابر بتاعته، والوزارة بعتت قوة إضافية عشان تعزز الحراسة عليه. في ناس اتقتلت حوالين السجن من الجنائيين، وناس اتقبض عليها في كمين الصحراوي، وناس الأهالي قبضت عليها وسلمتها للجيش. بس الغريب يا فندم إن مفيش حد من بتوع الجماعات الإسلامية دي هرب أو حتى حاول يهرب، ولما دخلوا عليهم العنابر بتاعتهم لقوهم قاعدين عادي خالص وكأني مفيش أي حاجة بتحصل حواليهم. محدش هرب من المتهمين في قضايا إرهاب غير محمود عبد الناصر وعبد الرحيم الصعيدي. هيروحوا فين؟ هيقعوا. انا خايف يا فندم يهربوا بره البلد وزي بتوع حماس ولا حزب الله وما نعرفش نجيبهم تاني. ما يهربوا، هنعمل لهم ايه يعني؟ ازاي سعادتك؟ ازاي ايه؟ مش هي دي الثوره اللي هم فرحانين بيها؟ خليهم ينبسطوا يا سيدي ويستمتعوا بيها قوي. احنا نضحي بنفسنا ونوقع تنظيمات ارهابيه ويجي شويه عيال يجروا البلد للفوضى. انا خايف يا فندم ان حد من العيال اللي هربوا دول يبتدي يشتغل على عمليات جديده. ما يشتغل ولا يتنيت. خلي الناس تفوق بقى، تعرف مين اللي بيحميها ويخليها تنام في امان ومرتاحة البال بدل كلمة اسقاط النظام اللي ماسكينها البنا بقهم دي. واحنا سعادتك هنقعد نتفرج على حكاية الاعتصام دي اللي شل حركة البلد اذا كان هنا ولا في مصر والسويس وباقي المحافظات؟ هنسيب شوية عيال زي دول يلعبوا بمستقبل البلد يا فندم؟ ومين قالك ان احنا هنسيبه؟ قريب قوي هتسمع اخبار كويسة جدا. احنا مش ساكتين وشغالين كويس. هم معاهم الشارع واحنا معانا الدولة. خلي الشارع ينفعهم بقى.
رب تكون وصلت بالسلامة زي ما قال لي شادي. الأكل ده بيتي مش من الشارع، مامي اللي عاملاه مشان عشان تطمن. سخن وتعامل، تلاقي الأكل بيتي وحشك. أنا مضطرة أسافر القاهرة وهرجع قبل ميعاد حظر التجول بإذن الله. أنت ممكن تلاقي شباب جايين من الاعتصام مخصوص عشان يستحموا، ما تقلقش لو لقيت معاهم مفاتيح. حاول ما تنزلش من البيت إلا لما أشوفك الأول. لو عاوز تنزل لأي سبب قهري ده رقم موبايل. منى، الحمد لله على سلامتك. مش عايز اشتغل خالص يا شيخ، مش عارف اتفرج على اللي بيحصل. فيها يا منى؟ امي جرى لها حاجه؟ ابويا جرى له حاجه؟ شد حيلك يا محمود، احمد اخوك استشهد النهارده الصبح من دار التحرير. أحمد مين؟ أحمد مين؟ أنا اسمي محمود. أحمد ما كانش لوحده، شباب كتير قوي اتقتلوا النهارده في ميدان التحرير، عددهم ياما مش عارفة قد إيه. شد حيلك يا محمود، شد حيلك، شد حيلك. عايز اشوف اخويا بس يا احمد. عايز اشوف احمد، عايز اشوف احمد، عايز اشوف احمد. عبد الناصر اللي هتشوفه صور استشهاده النهارده وهو بيتقتل بدم بارد على ايدين القناصه في قلب ميدان التحرير. لازم تعرفوا انه قبل الثوره اتلفق له قضيه ارهابيه هو واخوه بتتهمهم بتفجير كنيسه في اسكندريه. تخيلوا بقى اللي هتشوفوا صور استشهاده وهو فتح صدره للرصاص الحي وهو اعسر معهوش اي سلاح. ده متهم هو واخوه ان هم ارهابيين في غايه الشراسه لدرجه ان هم فجروا كنيسه. اللي لفق لهم القضيه دي ضابط حقير في امن الدوله فرع اسكندريه في قسم الجماعات الاسلاميه اسمه هيثم خليل. ملفه اسود وقذر وياما وقع تحت ايده ناس اتعذبت واتقتلت. انا بقول اسمه على الملا علشان خلاص الناس دي ما عادش ليهم حصانه، لان البلد دي دفعت ثمن حريتها غالي قوي من دم ولادها اللي زي احمد. ومش بعيد بكره تلاقيهم مطلعين كلابهم في كل وسائل الاعلام يقول لك اهو ادي واحد من اللي بيقولوا عليهم شهداء طلع ارهابي هو واخوه. انا بس عايز الناس تفكر وتسال، هو في ارهابي ويفجر كنيسه كمان؟ يعني يقدر يوصل للمتفجرات في اي لحظه، ينزل يطالب بحقه وحق بلده في قلب ميدان التحرير وهو معهوش حتى مطوه؟ القضيه دي اتلفقت لاحمد واخوه علشان خاطر البيه الحقير هيثم خليل ضابط امن الدوله كان بيتحرش بمرات احمد اللي هي زميلته في الكليه، والموضوع ده ما عادش يتسكت عليه وخلاص لازم يطلع للنور، وقريب قوي هنعلن عن كل تفاصيله. وللاسف احمد واخوه لا خضعوا لتحقيقات عادله ولا وقفوا قدام القاضي الطبيعي. احمد فضل هربان لحد ما استشهد، ومحمود اخوه خافوه ورا الشمس ويعالم هو فين دلوقتي، ومش بعيد يقتلوه هو كمان عشان يداروا الحقيقه. انا بقول لكل الناس اللي بتشوفني وبتشوف كلامي وبتسمعني، لو البلد دي ضيعت حق احمد في العدل وهو حي، مش لازم ابدا حقه دي بعد ما استشهد وهو بيجيب لها حقها. يا ابني انا بعون الله عارف ومتاكد ان ربنا مش هيضيع حق ابني هو اخوه. ولما النظام الفاسد ده يغور في 60 داهية لازم الناس هتعرف حقيقة الكذب اللي كانت عايشة فيه أكتر من 30 سنة. لازم الناس تفوق وتصحى، لازم الناس تعرف. تعالوا شوفوا بيعاملوا ولادنا ازاي جوه بعد ما قتلوهم. هم عايزين منهم ايه تاني؟ خايفين منهم بعد ما قتلوهم؟ تعالوا يا مصر، تعالوا شوفوا شبابك اللي زي الورد غرقانين في دمهم مرميين جوه المشرحة مضروبين بالرصاص في صدرهم وفي دماغهم.
مش عايزين يدونا تقارير طبية مظبوطة. ليه؟ عشان ايه يعني؟ هما بيحموا مين؟ بيدافعوا عن مين؟ لازم يعني نتجمهر ونعمل مظاهرة ونهدد اقتحام المبنى. احنا هنقتحم المبنى ده دلوقتي. لازم يعني عشان يعملونا كبني ادمين. احنا مش هنمشي من هنا يا اخوانا، ولا هنستلم جثث ولادنا، ولا هندفنهم الا بالتقارير الطبيه الصحيحه المظبوطه. احنا ما بنخافش من ضباط امن الدوله، وعارفين ان هم بيضغطوا على الدكاتره، لكن برضه في دكاتره شرفة بيخافوا ربنا، وعارفين ان مفيش حاجه تنفع الانسان لو باع ضميره. احنا هناخد تقارير طبيه سليمه صحيحه وهنحاكمكم بيها انتوا واسيادكم، واحنا وراكم زمن طويل. ليه شغل المسرح ده؟ ايه ده؟ ده ناقص يقول لك ان افلاتهم من عداله الارض، لا انت افلاتهم من عداله السماء. ابنك اتقتل يا حاج، الله يرحمه، يعني لازم يلبسها فينا؟ ما البلد مفتوحه لخد المتآمرين، واجهزه المخابرات كلها بتشتغل علينا، اي حد يتقتل يبقى احنا اللي قتلناه. خد يا ابني. طيب يا باشا. عايزين نتكلم فرع رشيد عشان نتابع معاهم جنازه الواد لما توصل هناك. ايه؟ مالك مستغرب كده ليه؟ انت مش سامع ابوه بيقول ايه؟ بيقول لك خلاص، لا هو اللي هيعمل لهم التقرير اللي يرضيهم. يعني اكيد استلموا الجثه وهيستلموها. والواد اخونا هربان ده بقى اكيد هيظهر عشان يحضر الجنازه. اكيد مش هيفوتها. بس هيثم بيه الاوضاع هناك متوتره اكتر مننا، وحركه الضباط في مدينه صغيره زي مدينه رشيد دي بتبقى اصعب من هنا طبعا. انا قلت عايزهم يقبضوا عليه من اول مره. انا عايز اعرف هيوصل فين في رشيد. اكيد مش هيوصل بيتهم طبعا. انا عايزهم بس يتابعوه، يعرفوا هو فين ويبلغوا الشرطه العسكريه، وهم يتعاملوا معاه بقى زي ما يتعاملوا مع المساجين الهربانين. ايه؟ مش هنعرف نوصل لمعلومات كمان؟ امال فين كارما المخبرين اللي شغال معاهم؟ الواد ده ارهابي ومحبوس بامر قضاء. ده مش شايف بيقول علينا ايه؟ بيشنعوا علينا بيقولوا كلام رخيص؟ ايه؟ هنسكت لهم؟ شوف للظابط اللي كان ماسك ملف الواد ده، خليه يجيني او يكلمني. يلا خلصنا. حاضر يا باشا حاضر. يعني ايه؟ يعني ايه مش هتقدر توصل لمعلومات؟ احنا بنهزر؟ انت كده هتخليني الجا لرئيسك المباشر واعرف بالظبط انت بتشتغل ايه؟ ما هو سيادتك لجأت له، وهو ده اللي مخليني موجود عند حضرتك النهارده. حضرتك كلمه اساله ده اذا كان موجود اصلا في مكتبه. ليه يعني؟ ما انا قاعد على مكتبه اهو، وكله هنا قاعد على مكاتبه. انتوا ايه؟ المبنى عندكم مش متأمن؟ الوضع هنا غير عندنا. حضرتك لو كلمت اي حد في المحافظات او الاقاليم وهو هيقول لك. وبعدين الموضوع ما هوش بنسول المكاتب. احنا فعلا عندنا قدام المبنى في مدرعات، ونقدر نتعايش في مكاتبنا، ناكل ونشرب وندخل الجيم ونتابع الاخبار من خلال الدش زينا زي غيرنا. بس قول لي بصراحه، تقدر دلوقتي تنزل من مكتبك وتروح تعمل مداهمه لاي حد من الجامعات المتطرفه في باكوس مثلا؟ بلاش. من يوم 28 حد رد عليك من الشيوخ اللي كانوا رهن اشارتك؟ حاولت انك تطلب اي حد من عناصر الاخوان واللي كانوا بيجولك هنا ورجلهم فوق رقبتهم، حتى لو طلبتهم في انصاص الليالي؟ انت جاي تحقق معايا ولا تتعاون معايا في المهمه اللي انا طلبتها منك؟ انت كده بتتجاوز حدودك، وهبلغ رؤسائك. سيادتك انا مستعد اتعاون معاك في اي مهمه تطلبها، بس اللي انا اعرفه عن طبيعه عملي اني مش ضابط عمليات خاصه هنزل اقبض على ارهابيين. انا وظيفتي جمع معلوماته بس. وانا طلبت منك غير كده؟ تمام. حضرتك جهز لي مخبرين اللي يقدروا يشتغلوا في ظل الظروف الامنيه اللي احنا فيها. وفر لي الحمايه ليا انا شخصيا وانا بجمع لك المعلومات. اقول لك تعال ننزل مع بعض، تحميني واحميك، ونجمع المعلومات اللي انت عايزها. وعلى الاقل نبقى بنضحي بنفسنا عشان خاطر بلدنا. انت تقصد ايه؟ ما اقصدش غير اللي انا قلته. حضرتك تأمرني بحاجه تانية قبل ما اروح.
اصل انا اتاخرت على الولاد قوي وهم بيقلقوا عليا. اتفضل يا فندم. مش نوديه لحد يبص عليه الاول يا فندم؟ ليه يعني؟ هيكون حاطط فيه بنص جنيه ديناميت؟ استنى اما تشوف اخر حركات الهبل دي. البيبي هددني. معلش يا فندم، حضرتك ممكن تفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ الواد الارهابي اللي اسمه محمود عبد الناصر اللي هرب من سجن النطرون. اه متهيألي لما يجي تحت البيت يعني ويبعت لي رساله تهديد، انا بقى اعصابي هتتعب، وبدل ما هو بيدور عليها ومش عارف يلاقيني، انا اللي هدور عليه عشان الاقيه. طب هو عارف عنوان بيت سعادتك ازاي؟ انا اسف يا فندم يعني، هو عارف شخصيه سعادتك اصلا ازاي؟ ده كانت عينيه متغميه طول الوقت. هو عارف وخلاص. هو في حاجه بتستخبى النهارده؟ المهم مش ده موضوعنا دلوقتي. لا ازاي يا فندم، ده هو ده الموضوع. دي سابقه خطيره جدا، احنا لازم نبلغ كل القيادات ويعرفوا اللي بيحصل ده. تبلغ القيادات؟ هو في حد فاضل حد يا ابني؟ ما انت مش شايف الاخبار اللي بتهبب علينا بالصبح. سعادتك سمعت اخر الاخبار؟ بيقولوا انهم اعتقلوا حبيب بيه وحسن بيه عبد الرحمن. ما تصدقش الكلام ده. انا لسه بكلم ناس هناك في مدينه نصر. قالوا ان حسن بيه على مكتبه. وحسب ما اعرف يعني حبيب بيه في الوزاره والجيش مأمنه ومحدش بيروح هناك. ما تخليش الاشاعات تاثر فيك. انا بصراحه ما كنتش مصدق، قلت مش معقوله يعني يضحوا بحد من رجالتهم. مين قال لك ان هم ممكن يضحوا بحد من رجالتهم؟ الحكايه كلها ان البلد في ظروف صعبه بس، ولازم نحل العاصفه ونبين للناس ان في حاجات هتتغير بجد. شوف، مصر ما حدش يقدر يحكمها من غير جهاز امن الدوله. حتى العيال في التحرير دي لو مسكوا الحكم يعني في المشمش برضه هيشتغلوا معانا ومش هيستغنوا عننا. جمد قلبك. ربنا يطمنك يا باشا، ربنا يطمنك. والله يا فندم انا كنت بقى قلقان يعني، كل ما اسمع خبر اقول يا ترى الخبر ده بجد ولا اشاعه مطلعها حد من زمايلنا. ما هو الناس خلاص عارفين نوحد مصدر الاشاعات. بس يلا، كله هيرجع قريب زي ما كان. بعد القرارات اللي طلعت دي العيال المعتصمين دول بقى ما لهمش حجه، يروحوا ويريحوا دماغ امنا. طب لو فضلوا قاعدين سعادتك؟ قاعدين؟ اه ده الناس تاكلهم اكل، الناس خلاص يا ابني مش حمل لا عطله ولا حمل خوف، الناس خلاص مرعوبه. المهم انا عايزك تجيب لي ملف الواد محمود ده وملف اخوه وابوه وكل قرايبه وكل اللي معاه في القضيه، هاتهم لي بسرعه. ليه كده يا فندم؟ مش ساعتك قلت هتتجاهله خالص؟ يا عم ريح قلبي. حاضر يا فندم، حاضر. في حاجات في دماغي عايز اتاكد منها. حاضر. يلا خلصنا. محدش يقدر يمنعني اخش مكتبي. ده كلام فارغ. في ايه كمان؟ في ايه ما تفرقني؟ ايه ده يا باشا؟ ما انا قلت لك تاخد الموضوع ببساطه. رفضت؟ ارجوك يا هيثم بيه، انت شايف الظروف اللي البلد فيها والحكايه مش مستحمله توتر خالص. مين فينا اللي مش مستحمل؟ مين اللي طلع القرار ده اساسا؟ واشمعنى انا؟ مش حضرتك بس صدقني، وانا ما اعرفش مين اللي خد القرار ده بالظبط، بس اللي انا اعرفه ان دي تعليمات رئيس الجهاز، ان في مجموعه من الضباط مطلوب منهم ان هم ياخدوا اجازه ويقعدوا في البيت لغايه لما يبقى تصدر لهم تكلفات جديده. نقعد في البيت نعمل ايه؟ هنرضع يعني؟ طب انا ما عنديش عيل في سن رضاعه. خلاص هيضحوا بينا ويخلونا كبش فدا؟ هيثم بيه ملوش لازمه الكلام ده. ويعني ايه كبش فدا وتضحيه؟ ما انت عارف ان الغربال الجديد ليه شد، ومش لازم يعني يتقال في الصحافه ان في تغييرات في جهاز امن الدوله. ده في كلام ان الجهاز نفسه هيتجمد شغل. يعني ايه؟ يعني هيغيروا اسم الجهاز عشان يمتصوا غضب الراي العام. وبيني وبينك خطوه زي الفل عشان الاعلام اللي مهيج البلد يهدى شويه، بدل ما هو مطلعنا قلعه من الشياطين. فانا ذنبي ايه هنا يعني؟ في حد مقدم فيها شكوى؟ ما انا قلت لك يا باشا الموضوع مش شخصي، في اكتر من 20 ضابط حصل معاهم نفس الموضوع، بس هم خدوا الموضوع ببساطه وبهدوء. وبيني وبينك هو في حد طايل يريح في اليومين اللي معلم بيهم غير ربنا دول؟ انا يا سيدي ما بحبش ارتاح،
ما بحبش ابقى مش فاهم، عايز افهم بس ايه اللي خلاهم فجاه كده يقول لك نقعد في البيت؟ ده شويه شويه بقى يقدمونا للمحاكمه، بيقول لك انا خربت البلد. صدقني والله مفيش داعي للقلق، كل الحكايه زي ما انا عرفت من ناس مهمه ان في تغييرات في جهاز امن الدوله. يعني ايه؟ يعني في ناس هتسيب الجهاز وتروح اماكن احسن بكتير. احسن بكتير ازاي يعني؟ هنروح الكهرباء نلم مخالفات؟ هو في حد هيستجد ينزل الشارع يلم مخالفات؟ دي كانت ايام حلوه وراحت. ماشي، في حاجات ليها في المكتب جوه، حاجات شخصيه لازم اجيبها بنفسي. حاجاتك الشخصيه توصلك لحد عندك هيثم بيها. كلام كتير كده. اتفضل بقى. صباح الفل. يعني ايه محدش كان عامل حسابه يا ابني انت؟ اللي حصل ده مؤامرة. ايوه مؤامرة ما يتسجلش عليها. يعني ايه هنعمل ايه؟ هنفضل كده نتفرج ساكتين؟ يا سلام، لحد ما نروح في داهية كلنا ونلاقي نفسنا متورطين. يا ابني افهمني بقى افهم. مفيش حاجة اسمها حرصة ودن للقيادات. إن شاء الله الموضوع لو دخل في الجد محدش هيروح في داهية غيرنا احنا. افهم بقى افهم. ويعني ما قلقش ليه؟ طبعا قلقان. يا ابني عارف ان الواد خلصان وخلاص وضايع، بس ما حدش عارف الظروف فيها ايه. ما هو انت اللي وديتنا في داهيه. لو كنت سمعت كلامي لما قلت لك خلص كنا خلصنا. حنيت قلبك ده هتودينا في داهيه. اما نشوف يا سيدي. بس اسمع اسمع، الواد لو اتكلم مش هروح في داهيه لوحده. ها خلي بالك. يعني المهم مش هنقف نتفرج كده. يعني ايه توصل له ازاي؟ مش محتاجة فقاقة يعني. هتوصل للصحفي اللي اسمه عمر هيوصلك ليه. مش محتاجة تاخد فيها فرقة بقى. اخلص. الحمد لله على سلامتك يا اسماعيل. يا اسماعيل انت مش فاكرني؟ انا محمود عبد الناصر ورشة اسكندرية الحاج جابر. طب فاكر عاصم الله يرحمه؟ طب عبد الرحيم الصعيدي اللي كان بيقعد يعيط طول الليل يا اسماعيل؟ طب بلاش، فاكر لما شفتني مع بنت الحاج جابر وافتكرت ان في بينا حاجة؟ مش معقول تبقى مش فاكرني يا اسماعيل. هم اكيد هددوك. ها اكيد هددوك. عايز اقول لك ان البلد قامت فيها ثوره، انت مش هتصدق اللي حصل. احنا اقتحمنا مقر امن الدوله. فاكر المقر ده؟ اكيد عذبوك فيه، واكيد كمان وريك جثه عاصم عشان تخاف وما تتكلمش. انا عارف ان انت ما مضيتش عشان خايف ولا عشان اغروك بحاجه، انت خفت من البهدله. اسماعيل عبد الرحيم اتقتل. ابوس ايديك انت. أنا ما عنديش حد غيرك يتكلم ويقول اللي حصل قصاد النيابة. انطق يا اسماعيل. اه يا باشا. حاضر يا باشا. أنا هقول كل حاجة يا باشا. والله العظيم والله العظيم هقول كل حاجة يا باشا. أقسم لك بالله هقول كل حاجة، بس بلاش بلاش يا باشا. لا يا باشا خلاص يا باشا هقول كل حاجة، بس بلاش. لا بلاش بلاش يا باشا خلاص خلاص خلاص. ما عندوش فكرة عن أي حاجة خالص يا محمود. يلا بينا قبل ما الأمن يجي. استنى، مش معقول يبقى مش فاكر. أشهد أن لا إله إلا الله. هو خايف. اسمعني يا اسماعيل، أنا عارف إن أنت خايف. صدقني سكوتك مش هينفعك، الناس دي ممكن توصل لك هنا وتعمل فيك اي حاجه، اي مصيبه. ابوس ايديك يا اسماعيل، تعالى معايا على النيابه، انا ما عنديش غيرك يتكلم. خلاص يا باشا اسماعيل. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. بس بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي يا باشا. لا اختي لا، ابوس ايدك يا باشا. والله العظيم انا كلب معاك يا باشا، هقول على كل حاجه، كل حاجه عملتها وما عملتهاش هقول يا باشا. والله انا معاك. بلاش اختي، ابوس ايدك. بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي. يلا بينا محمود نمشي من هنا قبل ما الامن ما يقبضوا عليك في اي وقت. يلا بينا يا اخي بالله عليك عشان خاطري. بوس ايدك. بلاش بلاش. محمود يا قلبي. محمود محمود يا قلب امك، يا قلب امك حبيبي. يا ابني
ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك. ده عيالك يا حبيبي، ده عيالك من كل قلبي. بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ولا اله الا هو. خد بالك من كلمه، كل كلمه هتقولها جوه يا حبيبي. يلا ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك يا محمود. عبد الرازق محاميه وده موكلي. اهلا وسهلا. جاي يسلم نفسه. اتفضل. خير احكي محمود. انا يا فندم جاي اسلم نفسي. سلم نفسك في ايه؟ انت متهم بايه؟ انا اسمي محمود عبد الناصر، خريج كليه هندسه ميكانيكا جامعة القاهرة. أنا أساسا من رشيد يا فندم، يعني وكنت بتعرض لمضايقات كتيرة جدا من ضباط أمن الدولة عندنا في رشيد. استنى استنى. بعت لي الكاتب يا ابني. واحدة واحدة كده وابتدي من الأول. اتفضل. سيادتك الكلام الموجه ليا ده كلام مختلق ولا اساس له من الصحه، وده لسبب بسيط جدا، ان انا كنت خارج مصر تماما في الفتره اللي المدعو محمود ده بيدعي ان انا لفقت له قضايا وعذبته وما الى ذلك من اتهامات. معانا يا فندم ما يثبت ذلك. بعد اذنك يا فندم. معانا شهاده من وزاره الداخليه بتثبت ان انا كنت في اجنه مرضيه لاصابه عمل اثناء القبض على تنظيم ارهابي تم فيه تبادل اطلاق النار. ايوه يا فندم. هتلاقي كمان في صور من الاخبار اللي نزلت عن التنظيم ده وحكايه تبادل اطلاق النار، وفي كمان صور للقتلى. اكيد حضرتك كنت متابع الموضوع ده، بس زي ما انت عارف بقى طبيعه شغلنا ما ينفعش يجيبوا سيره اصابات. وفي كمان يا فندم تقارير من مستشفى الشرطه بحالتي الطبيه، ممكن حضرتك برضو تستشهد بالدكاتره اللي اجروا لي العمليه واستخرجوا الرصاصه، حتى كمان هم اللي كتبوا لي الاجازه اللي امتدت لفتره طويله لحد الثورة. ده حتى الثورة قامت وانا في فترة نقاهة يا فندم. طيب ايه رأيك في الفيديو المنشور على الانترنت واللي اتذاع في قنوات كتير وقتها؟ وفي اعترافات للمدعو اسماعيل جاد بيحكي فيه عن علاقته بالتنظيم اللي كان هو عضو فيه، وحكى تفاصيل المدعو محمود عبد الناصر بيتهمك انك اكرهته عليها. حضرتك واجهني بالشخص ده واتحدى. اتحدى انه يثبت انه يعرفني او شافني او ليه علاقة بيه اصلا. انت ما تعرفش انه اسماعيل ده دلوقتي في مستشفى الامراض العقليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا اعرف منين يا فندم؟ الموضوع ده يعني لو كان بيتنشر في اخبار او كده. انا حاليا مقل جدا في متابعه الاخبار. سيادتك عارف من بعد الثوره كل الاخبار ما تصرش. هو بس في نقطه قانونيه يا سياده النائب انا عاوز اقف عندها، وطبعا سيادتك سيدي اللي عارفين بالقانون. الشريط يا فندم، الشريط اللي معاليك بتتكلم عنه، هل تم تقديم اصل الشريط اليكم؟ وهل يمكن لنا الاطلاع عليه لمعرفه ما مدى علاقته بموكلي؟ لا الحقيقه اللي عندنا سيده هيا متاخده بالانترنت، بس احنا خطيبنا التلفزيون المصري يجيب لنا الشريط الاصلي اللي اتذاع في برنامج صدى البلد، وخطيبنا العلاقات العامه في وزاره الداخليه تجيب لنا الشريط اللي وزعته على كل القنوات الفضائيه. تمام يا فندم، وانا برجو من معاليك اطلعنا على الشريط فور استلامه لفحص طبيعه الاتهامات الموجهه لموكلي بسببه. طبعا سعادتك سيدي اللي عارفين ان حجيه ما ينشر على شبكه الانترنت قانونا حجيه ضعيفه. يا ريس دلوقتي اي حد بينزل اي حاجه على النت في اي وقت وفي اي حته. اه والله. ايوه بس في تاريخ لنزول الفيديو على الانترنت يتناسب مع تاريخ نشر القضيه في الجرايد. يا معالي النائب احنا ما انكرناش اللي نزل في الجرايد. انا هنا لا لاناقش وجود قضيه من عدم. انا بتكلم في نقطه تانية خالص، الا وهي ما علاقه موكلي بالقضيه؟ مسألة وجود قضية وما إذا كان المبلغ قد تعرض فيها للظلم أم لا، دي حاجة تخصه هو ما تخصش موكلي. وعلى العكس برضه يا فندم،
انا هكون متعاطف معاه جدا. حضرتك عارف ان كل جهاز فيه الحلو وفي الوحش، بس للاسف بقى بعد الثوره الناس بقى بتعمم الوحش على الكل. ده حتى قضاءنا الشامخ بيتعرض لده، واكيد حضرتك متابع. رغم ان الشعب المصري ثقته ابدا عمرها ما تهز في قضاءنا العادل ابدا. قول لي هو مين اللي كان مسؤول عن النشاط الديني في فرع امن الدوله في اسكندريه اثناء فتره اجازتك؟ مفيش حد غيري يا فندم. انا كنت بتابع الشغل من خلال البيت، واعتقد لو في قضيه زي دي خرجت من عندنا اكيد هبقى عندي علم. هو حضرتك متقدم عند حضرتك يعني اوراق رسميه تثبت ان اللي اتقبض عليهم دول كان من خلالنا؟ لان القضيه لما بتكون كبيره قوي كده لازم رئيس الجهاز بنفسه يكون عنده علم بيها، واعتقد حسب علمي يعني هو بيتحقق عندكم هنا معاه في اكتر من قضيه. اكيد لو حققته معاه طبعا هيرميها على اللي تحت منه، ويمكن يتهمني انا كمان او حد غيري. بس زي ما حضرتك عارف اللي يثبت انا موقفي سليم ولا مش سليم اكيد اوراق رسميه. احنا هنجيب منين ورق رسمي بعد تقريبا كل مقرات امن الدوله على مستوى الجمهوريه اقتحمت واتحرقت؟ بصراحه والله يا فندم اللي حصل ده مؤسف وخطير جدا، ما كانش لازم يحصل ابدا. لان الاوراق اللي جوه المقرات دي اكيد كانت هتنصف ناس ابرياء كتير، سواء ناس من رجالتنا ظلموا ناس او ناس من رجالتنا متهمين زي حالاتي كده. للاسف الناس اللي اقتحموا الجهاز ما فكروش في كده خالص، فرحوا بالاقتحام وخلاص ثوره بقى وكده. على حد علمي يا سياده الرئيس ان الورق اللي اتاخد ده كله صور مش اصول، وان اصول المستندات والوثائق المهمه محفوظه في ارشيف امن لم تمتد اليه يد المقتحمين. معالي النائب انا بطلب من سعادتك ان انت تخاطب الاداره المختصه في جهاز الامن الوطني انها تمدنا بالمستندات الخاصه بالقضيه عشان نفصل ما اذا كان لموكلي دور فيها ام لا، عشان الرئيس يبقى فيه حجيه قانونيه للقضيه من الاساس. معجب انت قوي بكلمه حجيه قانونيه دي يا متر، بتستخدمها كتير قوي. سعادتك حجه في القانون يا معالي النائب وسيد العارفين. الحجيه القانونيه هي الاساس في شغلنا. يا ريس احنا بقينا في وقت اختلط بيه الحق والباطل. بقى من حق اي حد انه يتهم اي حد دون دليل او سند او ورق موثق يثبت ما يردده من اتهامات، مع اننا في دوله مستنديه بنتولد بورقه وبنموت بورقه. وفر الكلام ده للمرافعه في المحكمه يا متر. مش لو وصلنا للمحكمه يا سياده النائب. انا اسف يا فندم على تطولي، بس الورق اللي قدامي بيقول ان الموضوع بسيط. زوبعة في فنجان. اتفضل انت لو سمحت. شوف يا محمود، انا متعاطف معاك جدا، علشان كده هتكلم معاك بشكل انساني وشخصي. قضيتك دي يا محمود أغرب قضية عدت عليها في حياتي المهنية كلها. أنت متهم بقضية إرهاب، جيت تسلم نفسك علشان تثبت براءتك، وتتهم اللي عمل فيك كده. بس الحقيقة يا محمود قضيتك مفيش فيها أي ورق في أي مكان في جمهورية مصر. مفيش مصلحة عندها ورق القضية دي، لا السجون ولا النيابة ولا أمن الدولة ولا الداخلية، وحتى اللي كانوا معاك مش عايزين يعترفوا. زملائك اللي كانوا معاك في السجن بتوع الجماعة الإسلامية قالوا إن هم ما يعرفوكش أصلاً، ودي الحقيقة حاجة محبطة جداً. إن يضيع منك فرصة إنك تثبت براءتك وتجيب حقك حاجة تحرق الدم. لكن على الأقل في جانب إيجابي في الموضوع، إنك أنت مش محتاج تثبت براءتك. انت دلوقتي بريء، تقدر تمارس حياتك زي ما انت عاوز. واهلي اللي واقفين بره دول مستنيين ان انا اجيب حقي وحق اخويا اللي اتقتل. اقول لهم ايه؟ اقول لهم اني ما قدرتش اثبت ان مستقبلي ضاع، ما قدرتش اثبت اني اتسجنت وان كل اللي معايا اتقتلوا. طب وامي؟ الست اللي واقفه بره مستنيه حق ابنها اللي اتقتل. اقول لها ايه سيادتك؟ اقول لها ان انا ما قدرتش اثبت حقي وانا حي، ازاي هجيب لك حق ابنك اللي اتقتل؟ وانت لو مكاني يا فندم هتعمل ايه؟ والله انا مش عارف اقول لك يا محمود. ربنا معاك. ولما الورق المتستف والمحامين العقر
والقوانين اللي مليانه خرام تضيع مستقبل واحد زيي كان جاي لحضرتك تعشم انه ياخد حقه. برضه هتقول ربنا معاك. مش كده يا فندم؟ خلاص يا فندم. خلاص. احنا اسفين يا فندم. حضرتك اكيد طبعا مقدر الظروف. ممكن نخلص اجراءات الافراج رسميا؟ هو مش متهم اصلا عشان يفرج عنه. مش انت بعت تاخد العيال المدرسه عشان طنط جت وعايزه تشوفهم؟ طنط مين؟ العيال فين؟ طنط مامتك. لا انت اكيد بتهزر، عايز تخضني يعني؟ دمك تقيل على فكره. هزار ايه وزفت ايه؟ انا من قبل ما اجيب العيال من المدرسه مش انت بتقدمي كيفهم كل يوم؟ بالراحه عليا يا هيثم، الاحسن قلبي هيقف. انت مش بعت تاخد العيال المدرسه عشان جدتهم تشوفهم؟ جدتهم ايه وزفت ايه؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ قالوا لي كده في المدرسه لما رحت اخدهم في ميعاد كل يوم، قالوا ان انت بعت واحده قريبتك تاخدهم عشان يشوفوا جدتهم. جدتهم ايه وزفت ايه؟ والبهايم اللي في المدرسه دول لما يعملوا حاجه زي كده ما بيبلغوكيش ليه؟ اصل الموبايل اتسرق وانا ماشيه واحد خطف الموبايل وجري. ولا ما حصلك حاجه زي كده ليه ما تقوليليش؟ ما هو انا كنت هجيب العيال وبعد كده اقول لك نعمل محضر. محضر ايه اللي نعمله؟ هنعمل ايه بالمحضر؟ اكيد اللي خطف الموبايل هو اللي خطف العيال. ايه؟ اتخطفوا؟ انت بتقول ايه؟ نهار اسود. نهار اسود اسكتي. لازم افهم من بتوع المدرسة دول. انا لازم تاني النهاردة. الو، ازيك يا هيثم باشا؟ عيالي فين يالا؟ انت عارف لو لمست شعرة منهم انا عارف اعمل فيك ايه؟ بالراحة يا هيثم، كلمه بالراحة لحسن يأذي الولاد. اهدي بس. شفت؟ اهو المدام قالت لك اهو. اسمع كلامها. عشان طولة اللسان مش هتنفعك خالص. عيالي فين؟ عايز ايه؟ طلباتك. خلي المدام تروح وما تتكلمش مع حد خالص. ده إذا كانت عايزة تشوف عيالها. أما أنت اطلع على طريق الأقصر وأنا هكلمك تاني أقول لك هتعمل إيه بالظبط. يعني هتكلمني تاني؟ مش لما أعرف هتوديني فين؟ ما تستعجلش. هتعرف كل حاجة بس كله في وقته. وبالراحة على نفسك يا هيثم باشا. عشان لسه مشوارنا مع بعض طويل قوي النهاردة. ها، قال لك إيه؟ ولادي فين؟ مشكلتك نحلها معايا انا بس. عيالي ما لهمش اي ذنب. واخويا كمان ما كانش ليه اي ذنب. تفتكر احل مشكلته مع مين بالظبط؟ يا اخي افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. انت ليه عايز تلبسني جريمه ما عملتهاش؟ زي ما انت صممت انك تلبسني جريمه انا كمان ما عملتهاش. وكان ممكن بسبب اللي انت عملته ده يحصل لي زي ما حصل لعاصم او اتجنن زي اسماعيل. كله سلف ودي. خلاص. اعمل فيها اللي انت عايزه. ان شاء الله حتى تقتلني بس سيب العيال في حالها. ايه الحلول الدمويه دي يا باشا؟ انا ماليش في الكلام ده، مع اني ياما تمنيته عشان افش غلي. بس اكيد سيادتك عارف ان انا لو قتلتك هترتاح، وبصراحه ده حل ما يرضنيش. هيعملوك شهيد الوطن، شهيد الواجب، ويلفوك في علم مصر وجنازه عسكريه، ويمشي في جنازتك علية القوم، وانا هرجع هربان تاني. انت هتستريح وانا هفضل تعبان، يبقى ليه اريحك؟ طب ليه مثلا ما تجربش شعور ابويا وامي انك تكمل بقيه حياتك من غير عيالك؟ عارف لو كنت اتجننت في نفوخك وعملت في الولاد حاجه انا هطيعك. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلد ادتني حقي مثلا؟
وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني آدم بجرة ألم. تتحكموا في مصائر الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم، ده إرهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على أمن الدولة عشان زمايلك عايزه كده. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت، والناس مش مهمة في 60 داهية. الناس بذمتك يا باشا مش دي حاجة تجنن؟ ده ليه واخد الموضوع كأنه طار بيني وبينك؟ يا أخي أنا كنت بنفذ أوامر وتعليمات وسياسات موجودة في البلد، يعني لو عايز تحاسب حد حاسب اللي حاطه السياسات دي. الله الله، خلاص بقيتوا كلكم دلوقتي عبد المأمور وبتتكلموا في السياسات اللي كنتوا بتنفذوها غصب عنكم، واكيد طبعا لما جيت تلفق لي القضيه كان قلبك بيتقطع علشاني، وزميلك اللي رزعني التقرير اللي حرمني من الجامعه وخلاني اتمرمط في كل حته شويه اكيد كان بيعيط برضه وهو بيكتبه. ده غير ان سيادتك اكيد ما بتنامش الليل من اللي حصل لعاصم واسماعيل. الله اعلم بقى كام واحد وقعوا تحت ايديك وما رعيتش فيهم ربنا. اللي حصل لعاصم ده خطأ مهني، غلطة مش مقصودة يعني. طبعا غلطة مش مقصودة، عشان كده قررت تصلحها بكام جريمة ورا بعض يا عيني. طب وماله، اعتبر برضو اللي حصل لولادك غلطة مش مقصودة. احنا اسفين جدا يا هيثم باشا. عارف لو كنت لمست شعرة منهم مش هيكفيني اقطعك بسناني، هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه، وهتقولي ان اللي فات لكم واللي جايكم اوسخ. شفت، ما قدرتش تكمل في دور الضحيه كتير، بس تصدق ما كانتش لايقه عليك يا هيثم باشا. بس انا عذرك لاول مره اعذرك، ده انا غالي. عايز كام؟ تفتكر حياتهم تسوى كام؟ اللي انت عايزه. نايم على خميره كويسه اكيد يا باشا، صح؟ الا صحيح، هي شغلانه حمايه النظام دي كسب قوي كده؟ اطلب اللي انت عايزه، لو مش معايا هتصرف لك. مع ان اللي اعرفه ان معاك كتير وكتير قوي كمان، بس ما اعرفش. استنى كده اكلم ابويا وامي اسالهم هو دم احمد عندهم يسوى كام. يا عم افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. طب بلاش، نكلم اهل عاصم، اهل عمر، اهل عبد الرحيم، اهل اي حد روحه راحت اوانطة او مستقبله ضاع عشان كان عندك نفوذ. نسألهم حياة الناس دي تسوى كام؟ أنا راجل كنت بخدم البلد، بحميها من الإرهابيين اللي عايزين يدمروا أمنها. بتحميها من مين؟ من أنا؟ من أخويا؟ من أبويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا إن هو يجيب حقوق العمال الغلابة، ولا من عاصم ولا من إسماعيل؟ لا فعلا ونعم الحماية. إحنا آسفين يا سيدي، بس مهما كان برضه الغلطات اللي إحنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجة جنب أمن البلد. انتوا كنتوا بتحموا شخصيات. انتوا لو فعلا كنتوا بتحموا البلد كنتوا حميتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لأهلها. لو فعلا بتحموا البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا أحمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص؟ إحنا بقى المشكلة مصر هتبقى كندا ولا أستراليا لما نسيب مناصبنا؟ وهو انتوا لسه مشيتوا؟ وبعدين مين قالك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته من الظلم اللي فيها. يعني لو قتلتني دلوقتي خلاص كل حاجه هتبقى تمام؟ انا واحد من النظام بقاله 7000 سنه، تقدر تهد نظام بقاله 7000 سنه؟ انت ليه مصمم ان انا عايز اقتلك؟ خيالك ما جابش غير كده، مع اني ممكن اخليك تتمنى الموت كل يوم. انت قلت لي مش هتاذي الولاد. ما تستعجلش على رزقك، هتعرف كل حاجه في وقتها. انت لما تاذيني وتاذيهم ايا كان يعني هتستفيد ايه؟ شكلك هتتحل؟ انت هتبقى كويس؟ لا طبعا، بس احس ولو لمره واحده في حياتي ان انا انتصرت في اي حاجه على اي حد. ولا ايه؟ مكتوب عليا اعيش العمر كله شقيان ومتمرمط. انا ممكن اسجل لك دلوقتي اعتراف بكل اللي انا عملته، وخد حقك بالقانون لو انت عايز. مش ممكن يا هيثم باشا، مالكش حل والله. يموت الزمار وصعبه وبتلعب، وانت فكرك بعد كل اللي عملته فيا ده ممكن اصدق ان هاخد حقي منك بالقانون؟
امال عايز ايه؟ خلصني. ولادك كلها ساعة وهيبقى في البيت. اتفضل. ايه ده؟ ده اللي انت قعدت تعمله في الناس طول عمرك. زي ما لقيت ملفاتي وملفات ابويا وملفات اخويا على مكتبك، قررت اعمل لك ملف بنفسي. الملف ده هتلاقي فيه انجازاتك، يعني ملخص لانجازات حياتك. هي صحيح مش مشرفه، بس هتلاقي فيه حصر لكل القضايا اللي انت عملتها للناس وظلمتهم، والقضاء برأهم، بس انت بقى رميتهم في المعتقل او في السجن من غير اي ورق رسمي. ومش بس كده، انت هتلاقي في الملف ده معلومات خطيره جدا عنك. في ناس حبايبك قوي ساعدونا يا هيثم باشا، وبصراحه لولا مساعدتهم ما كناش هنقدر نحط الملفات الخطيره دي. يعني تحركاتك، عنوان بيتك، ومش بيتك انت وبس، لا، كل عناوين قرايبك وحبايبك ونسايبك واي مكان ممكن تستخبى فيه ان شاء الله ساعه. بس مش ده المهم. المهم انك هتلاقي في الملف ده كمان معلومات عن كل الشركات اللي ليك اسهم فيها او شاركت اصحابها بمزاجهم او غصب عنهم، سواء بقى فوق الترابيزه او تحت الترابيزه. يعني تقدر تقول مفيش مليم او سهم بتكسب من وراه غير لما هتلاقيه موجود في الملف ده. سيادتك بقى عارف قانون، من اين لك هذا؟ فضايح في البرامج والجرايد. اما بقى بالنسبه للناس اللي بره مصر، ما تقلقش، احنا عملنا حسابنا كويس قوي. احنا عملنا موقع سميناه موسوعة الجلادين، وما حطيناش فيه العاطل مع الباطل. احنا برضو ناس عندها ضمير، حطينا فيه اسماء الناس اللي ظلمت وعذبت بس، وكل ما يتقفل هنفتح غيره. يعني تقدر تقول كده هيثم باشا، هتعيش طول عمرك متراقب وهربان زي او زي ناس كتير غيري انا معرفهاش، وجايز تحسبها وتقرر انك تسافر. بس اعتقد ان هم هيمنعوك من السفر، لان في نسخه من الملف ده راحت مكتب النائب العام. زمان راجيه وصلت ولادك البيت، ولادك بقوا في حضنك يا هيثم باشا. اشوف بقى هتقول لهم ايه. Thank you.
ترجمة